لا هي بلا حدود. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالاصطفاء وقع لجبريل من الملائكة حتى يكون هو رسول رب العالمين إلى كل الرسل الذين أرسلوا من البشر. المتتبع لتاريخ الرسل، ولذلك جبريل ميز على كل الملائكة بهذا الفضل العظيم جدا جدا، حتى صار هو أمين أهل السماء. هو أمين أهل السماء، وإنه لقول رسول كريم: ذي قوة عند ذي العرش مكين. اللي مكنه ذي العرش سبحانه وتعالى، مطاع ثم. لما يقول مطاع ثم، يعني رب العباد أمر ملائكته بطاعته. مطاع ثم ثم هناك في الملأ الأعلى، الكل يسمع الكلام جبريل، الكل يصغي له، الكل يساعده ويعاونه على نقل مأتوم عليه. مطاع ثم أمين. فوصفه الأمانة في أكثر مرة حتى تطمئن القلوب أن جبريل لم يضف شيء ولم يقل شيء، لكنه حامل للأمانة، أمين في نقلها. هذا أول تأمين أمنه رب العباد للبشرية. ثم اصطفى الرسل، والرسل بلا نزاع هم صفوة الخلق، صفوة البشر، صفوة البشر. رب العباد اصطفاهم واحدا واحدا كما بين تعالى، فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فبين أن اصطفاءهم جاء على علمه سبحانه وتعالى، مش فقط بواقعهم الحاضر، الحاضر المستقبل، واقعهم كله. فرب العباد لا يخفى على علمه شيء وقع أو لم يقع، بل كما قالوا: كل عام في القرآن له مخصص. يعني أي عام في القرآن له شيء يستثنى يخصص. قالوا: إلا قول الله عز وجل: وكان الله بكل شيء عليم. العام الوحيد في القرآن الذي لا تخصيص له، لا تخصيص له. فعلم الله مطلق مفتوح، يعلم ما كان وما سيكون، حين يكون كيف يكون، بل يعلم هو أشد ما لم يكن. لو افترضنا مستحيل ما لم يكن، لو كان على أي نحو نكون، رب يعلم. والقرآن أعطى أمثلة لهذا، منها على سبيل المثال للحصر قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار. إذا قامت القيامة وانتهت الأحداث، أحداثها وأوانها، وعرض أهل النار على النار، ما الذي يحدث؟ قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد، أي إلى الدنيا بعد أن فنيت، بعد أن انتهت، وقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من. قال تعالى: افترض المستحيل وإن الدنيا ترجع مرة أخرى. قال: ولو ردوا لعادوا لمن هو. ففرض المحال ثم بين لنا علمه إذا وقع هذا المحال، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكذبوا. إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة جدا، فعلم الله مطلق. فما من رسول اختاره ربه إلا هو يعلم أنه أمين على رسالة من أول البعثة إلى آخرها. واحد يستشكل يقول: طب بس في واحد ربنا ائتمنه على شيء من الدين، مش الوحي كله، علمه اسمه العظم بالعم بن عراء وارتد، هذا ليس برسول ولا بحمل رسالة. عشان إيه بس تبصر. وفيه قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فرب العباد جعل هذا النموذج لمن تعلم الحق وانتكس عنه، لكن ليس بحمل رسالة. حمل رسالة لو أخطأ وزاد ولو كلمة واحدة، رب العباد لن يمكنه الحياة. وفي هذا يقول الله تعالى في حق أكرم رسله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل.
لو افترضنا يعني هذا الافتراض البعيد وأنه تكلم علينا كلمة غير الذي قلناه، هنعمل فيه إيه؟ مش هنسيبه، مش هنسيبه أبدا، ادعى أنه رسالة ويكذب على الله عز وجل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين الوريد اللي يوصل الدم للقلب، الوريد. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فسنة الله جرت في أن الرسل تحت عين الله، تحت مراقبة الله، أمناء تمام الأمانة، صادقين في بلاغ الرسالة. ما منهم واحد حاد، ولو حاد أحدهم رب العباد ينسفه فورا، لأنه سدع الله ما لم يقله، فكيف أمكنه؟ والله لا محالة، على كل هذا قدير. واضح المعنى؟ إذا ندرك أعطانا الله كل هذه التأمينات حتى نطمئن أن الرسالة التي جاءتنا على ألسنة الرسل جاءت من عند الله لا من عند غيره. بل احنا عرضنا بالأمس ان الرسالات كانت تنزل على نبينا او قبل نبينا، على خلاف رسالة نبينا، الرسالات كانت تنزل جملة واحدة، الرسالات كلها نزلت جملة واحدة، القرآن الوحيد نزل نجم، نجوم يعني آيات آيات، لم ينزل كتاب كل نجوم واحدة. سيدنا موسى لما أعطي الألواح، أعطي الألواح كامل مكتوب، أعطي التوراة مكتوب. وضحت معي؟ ولذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله، آمنوا بالله ورسله، إلى أن قال يا الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقال عند القرآن نزل، وقال عند جميع الكتب أنزل. الإنزال للجملة والتنزيل للتنجيم. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فدل هذا على أن الكتب كلها نزلت جملة، إلا القرآن نزل على النبي مجملا. لكن واحد يستشكل، بس ربنا قال إنا أنزلناه، ماش نزلناه في ليلة القدر، لأن القرآن له مرحلتين، نزوله له مرحلتين. المرحلة الأولى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا وجاء جملة كما هو. المرحلة الثانية من بيت العزة في السماء الدنيا إلى الأرض وجاء تنجيما كما قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره. إذا ندرك يبقى القرآن لمرحلتين، لما تسمع إنزلناه يبقى تعني النزول الأول، تسمع نزلناه يبقى تعني النزول الثاني، عشان نفهم برضو عبارات القرآن دقيقة جدا جدا في وصف هذا التنزيل. فنزول على النبي صلى الله عليه وسلم كان منجم. طيب لما نزل لبيت العزة مش ممكن أحد في الطريق يلعب به؟ رب العباد بيّن أنه لهذه الحكمة التي أرادها عز وجل قبل نزوله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، رب العباد أحدث تغيير كوني في السماء. التغيير كان مقصود به الحيلولة بين أي أحد ونقل هذا الوحي على غير الطريق الذي أراده رب العباد. الجن قبل نزول القرآن كانوا يصلوا للسماء، بل كانت لهم مقاعد في السماء، يطلع فوق يتفسحوا في السماء الدنيا، أيوة لهم مقاعد يستلقون فيها السماء، لأن جعلوا هذه وسيلة لإضلال الخلق، لإضلال الخلق. فماذا فعلوا؟ إذا سمعوا خبر من أهل السماء يتعلق بأهل الأرض، يا سلام، سمعوا خبر مثلا أن مطر يوم كذا سينزل في مكان كذا، يتطور الخبر، واحد ينقله الثاني حتى يصل الأرض. أثناء نقله كل ناقل للخبر يضيف إليه كذبة، يبقى الخبر واحد صحيح معه كم كذبة؟ يصل للي في الأرض معه 100 كذبة. الكذاب اللي على الأرض يعطيه لمين؟ للكاهن. الكاهن يزمجر ويقول لك بس أنا أعلم الغيب، يوم كذا هينزل مطر في بلد كذا، وأسوق معه 100 كذبة، فيصدق الناس كذبه بخبر صادق. وصلت القصة دي؟ الكلام ده يا إخواني ظلة الجن تلعب بالبشرية من آدم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرى الله أن يقطع ويغلق هذا الباب تماما عليهم،
فقبل نزول القرآن السماء الدنيا ربنا أحدث تغيير كوني. الجن أنفسهم يحكوا هذا والقرآن حكى عنه، فيقول تعالى على لسان الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها. إيه وجدناها؟ مش رأيناها، لا، الوجادة أوسع من الرؤية. رأينا وسمعنا وعايشنا وعاينا وأحسسنا، الوجادة تشمل كل مشاعر الإنسان. فوجدناها ملئت، مش فيها حراسة، ملئت حرسا شديدا وشهوة. تخيل كم مساحة السماء عشان تملأها حراسات من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها، محتاجة كم ملك؟ مليارات مليارات. الملائكة من أعلاها تحرسها ومن تحتها الشهب تحرسها. أي جن يقترب للسماء مش هيوصل أصل، الشهب تلاحقه تلاحقه. لذا قالوا هذه العبارة: وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا قبل هذا التاريخ نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصده. والذي يقول تعالى في موضوع آخر: إنهم عن السمع لمعزولون، عن سماع الحق حتى ينقله الخلق عن طريق غير الطريق الذي أراده الله عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، عزلوا تماما عزلوا تماما، إنهم عن السمع لمعزولون. ويقول في موضوع آخر: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فورا الشهب الدمر أول بأول، فلم يمكن الجن من الوصول للسماء تماما حتى يؤمن القرآن في نزوله. كل دي يا أخوانا رحمات من الله علينا أن يحدث هذا التغيير كوني عشان يضمن لنا سلامة كل منزل إلينا. واضح المعنى الدقيق ده؟ إذا ندرك حصن الله السماء بالكامل قبل نزول القرآن إليه بهذا التحصين الشديد، درجة إبليس نفسه هينجم، باب إضلال كبير عنده يغلق عليه، ثم باب فسحة ونزهة بالنسبة لهم. صعود السماء غاية، ده احنا الإنس بنلعب عايزين نوصل للقمر، يا سلام. وباعولنا الوهم، جت فترة وفترات قالك بس خلاص وصلنا القمر، طب هنعمل رحلات، مين اللي عنده استعداد يدفع فلوس عشان نوديه القمر؟ ها؟ دي فكرتني بتمثيل زمان كانوا عاملينها عندنا، أسمع عنها، واحد اسمه سنبل ضحك على الناس عندنا في مصر، قال طب تعالوا اوديكم الحج، فاخذهم لغايه سينا، قال لهم خلاص انتوا هنا في عرفات، كبر لبوا ماشي. فاحنا تمثيليه، ياخذهم صحراء نياجرا ولا حاجه، وبعدين يقول لك بس خلاص وصلنا القمر، هو ده القمر، وكبروا بقى لبوا. نسال وتدفع فلوس، نسال الله ان يعافينا عافيكم. قمر ايه اللي يوصلنا ليه؟ عشنا فتره طويله إنه خلاص وأوشكوا وهيعملوا رحلات وهننظموا رحلات وحرب الكواكب. فيلم كبير جدا عمله الإعلام الغربي، وفي النهاية لا طلع في خمر ولا طلع في رحلات، وخدع العالم كله، نسأل الله العافية، على مدى سنين. أسوق هذه المعنى حتى ندرك أن رب العباد لما يصف لنا أمر يقينا حدث. الجن قالوا هذا، فلما إبليس رأى هذا المشهد جن عفريت، واللي معها فريت كله، بعدين ما ملحوظ يا أخوانا، على فكرة العفريت دي ليست جنس، دي صفة بس. العالم اسمه عالم الجن، وإحنا عالم إيه؟ الإنس. اللي ماكر فينا أو في الجن يسمى شيطان، يوصف بأنه إيه؟ شيطان. يبقى اللي عنده مكر يسرح به يمنة ويسرى سمي الشيطان. ولذلك رب العباد جعل شياطين من الإنس وشياطين من الجن، وجعل الصفة خاصة. كذلك جعلنا لكل النبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. وانت بتستعيذ بالله من الاثنين مع بعض، قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الجن والناس. فانت عندك شياطين من الإنس وشياطين من الجن. إذا الشيطان زادت يقال عنه عبقري، استغفر الله العظيم، يقال عنه مارد. ففيه مارد من الإنس
ومارد من الجن. فإذا يعني المكر تجاوز يعني قدر كبير يقال عنه عبقري. يبقى في عبقري من الإنس وعبقري من إيه؟ من الجن. طبعا كلمة عبقري لها استخدام آخر، إن شديد الذكاء، لكن تطلق على شديد الذكاء وتطلق على شديد الدهاء والمكر. فإذا وصل غاية ونهاية المكر والدهاء يقال عنه عفريت. فالعفريت موجودة في الإنس وفي الجن، وإحنا نفسنا لما نلاقي ولد يعني مكره شديد وركان سلام فلان ده عفريت، بنوصف هذا لا خلصت. فعندنا شياطين وعندهم شياطين، عندنا مرضى وعندهم مرضى، عندنا عبقرة وعندهم عبقرة، عندنا عفريت وعندهم عفريت. يبقى كل دي صفات لدرجة المكر التي عند الإنس والجن. لكن العالم نفسه اسم عالم جن، اسم الجنس عندهم عالم جن وإحنا عالم إنس. إبليس من الجن، لكن عفريت بلا نزاع عفريت، ما كانش إبليس عفريت، فهم ما العفريت؟ بل عفرة العفريت، الله يلعنه أينما كان. فمش إبليس لما وجد هذا المشهد قرأه مع العفريت قراءة دقيقة جدا، فقالوا عبارة عجيبة، قالوا وأنا لا ندري إيه اللي حصل ده، سببه إيه لا ندري، أشر أريد بمن في الأرض، ربنا أراد يقيم الساعة فعايز يدمر الأرض، فجيش كل الجيوش دي سواء من الملائكة أو من الشهب، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. مش بقول لك عفريت صحيح، قراءته المشهد قراءة جديدة يعني جديرة بالتدبر. لما يحدث أمر كهذا يبقى هي فعلا واحدة من اثنتين، إما أن الله أراد أن يقيم الساعة ويبيد البشرية، أو أراد بهم رشد يمنع الجن من العبث. اللي آمنوا آمنوا بناء على هذا، قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد، فآمن به. إذن القراءة كانت قراءة صحة جدا المشهد. بل في هذا التوقيت إبليس بعث جنوده في الأرض كلهم ابحثوا شوفوا لنا إيه السبب، إيه سبب التغيير الكلام اللي حصل ده. فجاء منهم جماعة حوالي 9 من الجن، جاءوا إلى مكة فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالليل يقرأ القرآن، فحضروا تلاوته. أول ما سمع القراءة قالوا بس أنصت، هو ده من أجل هذا كان هذا، من أجل هذا كان هذا. هؤلاء 9 كان أول مجموعة آمنت في الجن، أول مجموعة آمنت من الجن، عددهم كام؟ 9. النبي حكى قصتهم بل بشرهم الجنة، زي ما عندنا 10 بشر الجنة عندهم 9 بشر الجنة، وكتبت لهم الصحبة. دول صحابة إخواننا بالجن، إخواننا. إيه الصاحب؟ من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان اسمه صحابي. يبقى كل مرة رأى رسول الله وآمن به حال حياته ومات على الإيمان عد صحابي. ولذلك خلي بالنا رب العباد يحكي لنا حال 9 وجعل قصتهم قرآن يتلى وحي، وفيهم يقول تعالى في سورة الأحقاف وإصرفنا إليك نفرا من الجن، وكأن الذي وجههم إلى مكانه رب العالمين، واصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قال يا قومنا، تحولوا فورا أسلموا وتحولوا لدعاء الإسلام، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لم يقول عيسى. هذه حيرة العلماء، بعضهم قال لا يبقى أصول كان يهود، بعضهم قال لا لا لا، ده هم كانوا قارئين قضية التشريع قراءة دقيقة جدا، وهنوضح قارئين قراءة جيدة. كل الأنبياء بشروا بصفة النبي الخاتم، هم سمعوها وعلموها وانتظروها كما انتظرها الإنس. لذا قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى، لأني نبي الله عيسى لم يأتي بتشريع جديد بل جاء بشرعة موسى. وقفينا
على أثر بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فسيدنا عيسى مصدق بالتوراة والإنجيل الذي معه مصدق بالتوراة، جاء يصحح بعض المعلومات بس فقط، لكن لم يأتي بشريعة جديدة. بل في نص الإنجيل نفسه: ما بعثت لأنقض الناموس، ما بعثت لأنقض التوراة، إنما جئت متمما لرسالة أخي موسى. إذا نفهم القصة، الجن فهم القصة جيد، فهم جيد، كثير من الناس لا يعرفونها، عفريت فهمين. إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني مصدقا لما بين يديه جامع لكل التشريعات المنزلة على كل رسل. الله، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق، لم يقولوا إلى حق، إلى كامل الحق الذي يحتاج إليه جمع الخلق من إنس وجن وغيره العالمين، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله، نبي الخاتم، مدام قال رسوله ولم يسموه لا تعني غير سيد الخلق، وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يغفر لكم ذنوبكم ويجركم العذاب الأليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. كان نتيجة دعوتهم آمن ملايين الجن. هل هي هذه قصة الطائف نفسها ولا قبل هذه؟ إيه؟ هل هذه قصة عودة الرسول صلى الله عليه وسلم الطائف عندما اجتمع عليه نفر من الجن، ولا هذه قصة قبل؟ دي القصة الأولى. أول لقاء كانت في مدينة قرية تسمى نخلة، نخلة في طريق الطائف، عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم آفل من عادل من الطائف. نعم، في نخلة. اللقاء ده كان في نخلة. اللقاء الثاني كان في مكة، في منطقة شمال مكة، حاليا دخلت في مكة عند المقابر الآن عند المعلة، كان وادي اسمه يسمى وادي الجن، وما زال اسمه وادي الجن. صحيح. وفي مسجد سموه مسجد الجن، المكان التقى فيه رسول الله بالجن. لكن ده اللقاء الثاني، اللي بعد ما آمن هؤلاء جاءوه بملايين من الجن يعلنوا إسلامهم وعايزين يروا رسول الله حتى ناروا شرف الصحبة. وفيهم نزلت الآية: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعو على الجن، كادوا يكونون عليه لبدا. جماعات جماعات، كل مجموعة تيجي تعلن إسلامها وتيجي تنصرف وتغيرها، يبقى أسلموا وآمنوا ورأوا رسول الله ونالوا شرف الصحبة، أصبحوا صحابة. فكل لبد دول الجماعات اللي جم كلهم آمنوا وأصبحوا صحابة. واضح المعنى ده؟ إذا ندرك، أنا سقت هذه المعاني حتى ندرك أن الأمر أحاطه الله عز وجل بعلمه وبقدرته حتى يحفظ علينا هذا الدين. طبعا بالنسبة للقرآن حدث هذا، غيره كما قلت كان ينزل به جبريل جملة واحدة. التنجيم لم يقع إلا في القرآن، وقع بهذه الصورة اللي احنا رأيناها. فأحاط الله وحيه بكل ما يؤمنه ويضمن للإنس أنه وصل على الوجه الذي أراده الله عز وجل له، من غير أن يعبث فيه في الطريق أحد. يبقى حافظ جبريل وأمنه، واختار أأمن ملائكة، ثم اختار أأمن الخلق حتى يؤمن للناس هذه الرسالات الربانية التي ستصل إليهم من غير تحريف ولا تزييف ولا تغيير. ثم نأتي على موضوع الرسالات نفسها. كم عدد الرسل؟ كم عدد الأنبياء؟ كثير المذكور 25. اللي ذكروا في القرآن بأسمائهم 25 واحد، لكن الأنبياء إخواننا كما ذكر يعني السلف 124 ألف نبي، عدد ضخم، 124 ألف نبي. الأنبياء أين بعثوا؟ في كل بقاع الأرض. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقال تعالى: ولكل أمة رسول. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها النذير. فكل بقاع الأرض وصلتها رسالات، وصلتها رسالات حتى يقيم الله حجته على كل العباد، لا كل أحد عذر. كل رسالات جاءت
بلغات أصحابه حتى فهموها. ولذلك الوحي لم ينزل بلغة واحدة، القرآن بس فقط نزل بالعربية، لكن حتى العرب سبقته، سبقت القرآن رسالات العرب، منها عاد ومنها ثمود ومدين وغيرهم جاء العرب. لكن الوحي نزل بكل لغات أهل الأرض، لأن كل رسول أو نبي جاء لقومه جاءهم بلسانهم، يبقى جاءهم بوحي من عند الله بلغتهم التي يعرفونها. يعني نزل بالإنجليزي وبالفرنساوي وبالأردو وبالبشتو وبالفارسي، بكل لغات أهل الأرض. ولذا قال تعالى: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. إذن كل لغات الأرض نزلت بها رسالات. واحد يقول: طب فين رسالتي؟ بقاياها باقية. نفهمها ازاي او نعرفها ازاي؟ الدرس العلم اللغات يعرف هذا. بالنسبة لكل لغات الأرض، لا يوجد اسم يا اخوانا في أي لغة بدون مسمى. يعني قبل اختراع الساعة كان عندنا اسم ساعة، وأول ما اخترع سميناها ساعة؟ ها؟ بلاش الساعة، ما حضرناش اختراع الساعة، حضرنا اختراع المحمول في عصرنا. قبل أن يخترع المحمول كان عندنا اسم محمول، وإحنا أول ما اخترعناه قلنا نحط نضع عليه الاسم، ولا بعد اختراع المحمول بدأنا نبحث له عن اسم؟ دي قاعدة في الأسماء والمسميات، إن لا يوجد اسم بدون مسمى. يوجد المسمى الأول بعد بحث الاسم. لو ما أول ما اخترع المحمول العرب أول الناس انبروا، طب نسميه إيه ده؟ بطن من العرب قالوا نسميه المحمول، واشتهر عندهم المحمول. بطن الثاني سموه الجوال، واشتهر عندهم الجوال، لا يعرف المحمول. تقول له المحمول لك محمول إيه؟ قول له الجوال يجيبه لك فور. بطن آخر سموه النقال، بطن ثالث رابع سموه الهزاز، بطن خامس سموه الهاتف الخلوي، وكلها أسماء لمسمى واحد. فدي قاعدة في الأسماء، لا يوجد اسم بدون مسمى. وصلت؟ ها؟ يحضرني طرفة هحكيها زي بعض. أحد التابعين لها علاقة بهذا، أحد التابعين كان حريص جدا على أن يعيد نشر اللغة العربية. ليه؟ كثير من كلمات اللغة العربية اندثرت عند العرب، ما عاد يستعملوها، حتى سماها المتأخرين بغريب اللغة. يعني لو ذكرت الكلمة العرب أصحاب اللسان يعرفوها. كم عدد الكلمات اللي غربت؟ كثير جدا. كم عدد كلمات اللغة العربية يا إخوانا؟ إحنا ذكرنا بالأمس إن جذور اللغة العربية 80,000 جذر. كلماتهم كم كلمة؟ 200 مليون كلمة. 200 مليون كلمة. المستعمل عند الناس منها 10%. يعني 90% غابت. لا تسأل. فهذا التابعي أراد أن يحيي كثير من الكلمات، فكان كل يوم يقرأ في قاموس اللغة ويخرج يحدث الناس بكلمات عربية فصيحة لا تستعمل الناس. مين ألصق الناس به؟ خادمه ملك يمين. الرجل جننه، كل يوم يجيب له كلام زي الدبش مش فاهم منه حاجة. فالولد يعني قرر في نفسه يعمل عملة في سيده يعجزه. ففي يوم صبيحة يوم بيقول له: يا غلام. قال له: نعم سيدي. قال له: أصقعة العتاريف. الولد اللي فهم أصقعة فهم العتاريف، فألف كلمة. قال له: زقفيلا. زقفيلا. الراجل إيه مولع بالكلمات الغريبة، ففرح جدا، ظن إن الغلام هيجربها أو هيجيب له كلمات يعني إيه غريبة في اللغة، ففرح جدا. قال: يا غلام، وما زقفيلا؟ قال: لن أخبرك عن معنى زقفيلا حتى تخبرنا بأصقعة العتاريف. قال: هذه بتلك. قال: هذه بتلك. واحدة بواحدة. ها؟ قال له: أصقعة العتاريف أي أصاحت الديكة. أصقعة أي أصاحت، والعتاريف جمع عتريف، العتريف الديك. أصقعة العتاريف أي أصاحت الديكة. قال: وزقفيلا أي لم تصح الديك. ما كلمة لاش معنى تطلق على أي شيء. وصل المعنى: وزقفيلا أي لم تصح الديك. أنا أشوف هذا حتى ندرك أني لا يوجد اسم بدون مسمى، وإلا هنطلقه على إيه؟ على أي شيء نطلقه؟ ما في اسم بدون مسمى.
سقفيه ده ملهاش مسمى، عايز تطلق عشان تطلق، يبقى من يحكم يعني فهمها؟ لا يحكم فهمها ابدا. فالاسم ارتبط بالمسمى في كل لغه الارض. طيب تعالوا معي، فيه لغه على وجه الارض الان ليس فيها اسم الله، ليس فيها اسم رسول الله، الرسول، الرساله، القيامه، البعث، النشور، الموت، الحياه، الجنه، النار، الصلاه، الصيام، الطهاره، الزكاه، كل ده اسماء شرعيه. من اين جاءت في لغه الارض؟ الفها الانسان، لها مسمى عند الانسان، ولهذه يستحيل ان تاتي الا من عند رب الانسان. فدل وجود هذه الالفاظ كلها يقينا على نزول وحي بهذه اللغه. واضح المعنى ده؟ اذا ما في لغه على وجه الارض خلت من الالفاظ الشرعيه، والالفاظ الشرعيه دي التي لا تاتي الا من عند الله، لا تاتي الا بالوحي. تفضل. لما الله سبحانه وتعالى علم ادم الاسماء كلها فقط الاسماء، ولا حتى ولا الوحي نفسه كيف لا تستشكل بها، لما اقول الاسماء يبقى الاسماء ماشي، بس ليست العلوم كلها، والا هنقول علم القران، علمه الاسماء غير علمه كل شيء، الذي يعلم كل شيء رب العالمين. اما تعلم الاسماء دي اسمها علبه، دي اسمها ساعه، ما ماشي، وضحت؟ فاذا ندرك هذا المعنى، ندرك اننا امام وحي نزل على كم كبير من الانبياء بكل لغه الارض. طيب كل الانبياء الذين جاءوا من ادم حتى عيسى عليه السلام، كل نبي منهم خصت دعوته بقومه إلا من يلقاه في الطريق، يعني أقرب الناس إليه. فلما نستعرض كل تاريخ الأنبياء هنجد هذا الأمر وصف عام في كل الأنبياء. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل، منها ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. والقرآن ينصص على هذا، فيجعل دعوة كل نبي لقومه. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، سيدنا موسى يا بني إسرائيل اعبدوا الله، سيدنا عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله عليكم. إذن خصت دعوة كل نبي بقومه. لكن سيدنا موسى قاموا فين؟ كانوا في مصر، عشان يوصل لهم سكتهم فرعون، يدعو فرعون في السكة. لكن هل السلف أصلا مرجع لفرعون؟ ولذلك كان ده طلبه، ما قالوش الدين المصري، عايز إيه؟ قال له أن أرسل معي بني إسرائيل اللي أنا بعثت إليهم دوم أبلغهم رسالة، أنا مش عايزكم مصري، أنا عايز بني إسرائيل الذين وجهت الرسالة إليه. واضح المعنى الداخل ده؟ فده دل على أن كل الرسل جاءوا لأقوامهم في الطريق ماشي. سيدنا شعيب القرآن إدى إشارة أنه راح لقومه عاد مدين، وكان لهم أبناء عم يسكنوا قريب منهم في منطقة تسمى الأيكة، الأيكة الشجرة المرتفعة. ولذلك تلاحظ في القرآن لما يأتي ذكر مدين يقول وإلى مدين أخاهم شعيب لأنه منه، لما جاء أصحاب الأيكة لم يقل أخاه، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. لو نظرت في شوش الشعراء كلها، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم عاد هود، كذبت ثم المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، لما جاء عند أصحاب الأيكة قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لم يقل أخوه لأنه ولد عم. وصلت؟ فسيدنا شعيب أرسل لمدين والأصحاب الأيكة، كانت رسالته خاصة بقومه وأبناء عمومته، عشان مسلمين قال القرآن يبقى فاهمين إيه أصحاب الأيكة وإيه مدين. لكن الآفة كانت عند الفريقين واحدة، يعني النقص والنكال والميزان والنصب ده كان موجود عند الاثنين، يعني
يعني مستويين في الفساد، نسأل الله العفو والعافية. ودايما كده يعني لما تنقل الناس بتجمعهم بعض في مكان واحد يبقى في رابط ربطهم. يعني يحكي بعض السلف يقول يقال ان الطيور على الاشكال تقع. ففي مره حكيم ماشي لقى غراب مع حمامه، قال عجبا يقولون ان الطيور على الاشكال تقع، فما بال الغراب يصير مع الحمامه؟ فاخذ يدقق النظر لقى الاثنين بيعرجوا، الاثنين بيعرجوا، قال جمعهم العرج. لازم هتلاقي رابط. جمعهم العرج، نسال الله العفو والعافيه. فإذا ندرك هذا المعنى الخطير، رسالات جاءت لكل رسول لقومه، كل رسالات جاءت بشرائع من الله. شرائع الرب أربعة أنواع: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. هنوضح. الوحي عادة ما يقرن بين الإيمانيات والأخلاقيات، الاثنين دول لا يكاد ينفك عن بعض أبدا. ليه؟ الإيمانيات ما أخفاه العبد في قلبه، والأخلاقيات أظهر هذا الإيمان على ظاهره، الأخلاق. فبين الإيمان والأخلاق ارتباط وثيق جدا، هذا الباطن هذا ذاك الظاهر. ولذلك النصوص القرآنية كلها، نصوص السنة، تبين الارتباط الشديد جدا 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 بين الإيمانات والأخلاقيات. فإذا ذكرت الإيمانيات عانت الإيمانات والأخلاقيات. قد يفرد الإيمانات لوحدها، تعني الاثنين مع بعض. ليه؟ لأن هذه مبنى على هذه. ما في إيمان بدون أخلاق. إزاي يكون مؤمن بالله ولا تحسن أخلاقه؟ ها؟ كيف يقبل من خلق حسن إذا لم يكن مؤمن؟ فبين الاثنتين ارتباط شديد. ولذلك رب العباد يقول في القرآن: إنما المؤمنون إخوة. إنما في اللغة للحصر، وصف المؤمنين بتكلم عن الإيمان، وصفهم بالأخوة. الأخوة أخلاق، الأخوة أخلاق. فليقول إنما المؤمن إخوة، أي ليس للمؤمن وصف إلا الأخوة. فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. إذا كان المؤمنين ليس بينهم أخوة يبقى الاثنين مشكوك في إيمانه. إنما هذا المفاد، إنما يعني ليس للمؤمن الوصف إلا الأخوة. بل يعضد هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. إذا انتفى الحب بين المؤمنين انتفى الإيمان، بنص الحديث. ولا تؤمنوا، يبقى أنا في الإيمان، حتى تحب، وقع الحب وقع الإيمان. ما فيش حب ما فيش إيمان، لا يوجد حب لا يوجد إيمان. وضح المعنى الأخير للارتباط الشديد بينهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص أحاديثه يدل على هذا، حين يقول، حين قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان. إيه معنى أوثق عرى؟ يعني أقوى العمود التي يبنى عليه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب والبغض أخلاق، فجعلها النبي العمود الرئيسة التي يبنى عليها الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بل كاد يحصل الإيمان في الأخلاق، حين قال في الحديث الحسن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. أحب الله وأبغض في الله وأعطى الله ومنع لله، كلها أخلاق. حصر النبي الإيمان فيه. واضح المعنى ده؟ إذن ده جزء رئيس من الإيمان. اللي بيظهر إيمانك للناس أخلاقك، واللي يجعل الناس تؤمن بما تعتقده أخلاقك، ليس ما أخفيته في صدرك ولا يعلم الناس عنه شيء. واضح المعنى الخطير ده؟ فالارتباط وثيق جدا بين الإيمان والأخلاقيات. ويخطئ بعض المشايخ أحيانا أو الدعاء، لما خص الشباب منهم يقول لك: ده الفترة المكية، عايز أعظم العقيدة. أقول لك فترة مكية فترة عقائد، 13 عام الرسول يرسخ هذا العقيدة. من قال هذا؟
هل علم النبي الصحابة فقط في المكة العقائد والإيمانات؟ السلوك والأخلاق. ولا علمهم من أول لحظة، من أول لحظة علمهم الإيمانات مع الأخلاقيات. اللي رآه الناس منهم وتأثروا به وآمنوا كان الأخلاقيات مش الإيمانات. الإيمانات في صدره من يراه. والمتتبع لهذا في القرآن وفي السنة وفي السيرة هيجد واضح جدا جدا. على سبيل المثال لاحظ من أوائل من أسلم أبو ذر الغفاري. أبو ذر خامس من أسلم. أبو ذر ليس من أهل مكة بل من قبيلة غفار، وغفار تسكن شمال الجزيرة العربية على طريق الساحل على طريق البحر الأحمر قرب الأردن. لا قرب هذا الشيء. من أين عرف بالرسالة؟ هو نفسه يحكي يقول من كثرة ما سمعت من أحبار الشام ورهبانهم عن النبي الخاتم علمت أن هذا عام ظهوره في مكة، فجلست أتلقى الركبان، أي ركب جاي من مكة أتلقاهم فأسألهم أما ادعى أحد النبوة في مكة؟ وصلت أما ادعى أحد النبوة في مكة؟ قال حتى أسر لي أحدهم قال سمعنا رجل يهمهم في عنصير بشيء من هذا. قال قلت ما اسمه؟ قال محمد بن عبد الله. قال ففرحت قلت إذن هو صلى الله عليه وسلم. طب يعمل أبو ذر؟ قال فأرسلت أخي الحديث البخاري، أرسلت أخي فلاقي رسول الله وعاد سألته إلى ما يدعو. خلي بالنا ده أول الدعوة لسه ده في البداية. إلى ما يدعو؟ قال إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الرحم، كلها أخلاق. أخذ يعدد كل مناقب الإسلام من أول لحظة. قال أبو ذر قلت في نفسي إذن هو، فانطلقت إليه بنفسي. فلما وصلت مكة طبعا لسه أخوه سائل عليه ودلوه عليه، واحد تاني جاي يسأل، قريش ارتابت طبعا عايزين محمد في إيه؟ فأوقفه أبو ذر أول ما يسأل يعني أود أن ألقى محمد بن عبد الله، هتوه خوفوه. قال لماذا؟ ما الذي بينك وبينه؟ لو قال إيمان ورسالة هيخلصوا عليه يقتلوه. سيدنا أبو ذر دارس تاريخ الحضارات، دارس زيد وسمع كثير من أحبار الرهبان وجاي بناء على علم عنده. قال ما الذي بينك وبينه؟ قال بيني وبينه التجارة، فلوس وبزنس. قالوا إذا نذهب. قال فخوفا منهم ذهبت إلى الحرم، فجلست فيه أتلفت علي أجد من أأتمنه حتى يوصلني. جلس يتلفت في الحرم. قال حتى جاءني طفل في العاشر من عمره، قال يا عم يا عم أراك غريبا. قال نعم. قال ألك حاجة؟ قال نعم. قال سلني حاجتك. قال إن صدقتك تكتمني، تكتم علي؟ قال نعم. قال أود أن ألقى محمد بن عبد الله. الطفل ده كان مين؟ علي بن أبي طالب. قال إذن أكتمك. فقال يا عم إذا زالت الشمس، إذا إيه اللي خط حط الخطة سيدنا علي وطيف. قال إذا زالت الشمس، لأنه سيدنا علي شاف العداوة الشديدة جدا رسول الله بعد بعثة لما سمع بس أنه آمن. قال إذا زالت الشمس، زالت يعني إيه؟ لا مش غابت، الزوال وقت الظهر اسمه الغروب اسمها غابت، زالت غير غابت، الزوال وقت انتصاف الشمس قبل السماء. فعايز يقول له لو الشمس مالت على الجهة الثانية جهة الغرب الوقت ده الناس كلهم بيقيلوا فيه، بيناموا القيلولة، صحيح من قبل الفجر بيشتغل من الفجر لغاية الظهر ويريحوا ما بين الظهر والعصر ويقوم يغيصوا بعد العصر، فهذه تسمى القيلولة. بنقول له امتى؟ بين الظهر والعصر.
فقال له يا عم إذا زالت الشمس وقال الناس جئتك أسير أمامك، فإن وجدت الطريق آمنة أشرت إليك فلحقت بي. اللي عمل الخطة دي مين؟ وبالفعل جاء بعد الزوال واخد القيلولة وبعدين مش أمامه، يبص في الشارع ما فيش حد، طب تعال ها اللي بعده، طب تعال لغاية ما وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما دخلت عليه حييته حيوم بتحيته، ثم قلت إلى ما تدعو؟ فقال إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإخلاء الضيف وإكساب المعدود. عدد له كل، إذا مش أخوه بس، ده لأخوه وله ما سمعه من أخيه سمعه من رسول الله مباشرة. قال إذا أبسط يملك بيعك. فشاهد الشهادتين بنعل هذا. فإذا ندرك القضية من البداية، الصحابة اللي آمنوا في البداية وهجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة في السنة الأولى، لما ذهب عمرو بن العاص وابن ربيع ليغري النجاشي حتى يسلمه من هاجر، وراح طبعا أرعبه، قال أنت في أناس عندك قويتهم في بلدك إرهابيين متطرفين كفروا بدين أبائهم وأجدادهم وآووا إليك، بعدين عشان يسيروا عليهم قال تركوا دين أبائهم وأجدادهم ولم يدخلوا في دينك، يعني لا آمنوا بديننا ولا حتى بدينك، ليغري النجاشي بهم، ننكب بهم. وده دأب المشركين من زمان ماشي، هم وأزيالهم وأتباعهم وأعوانهم ومن نحى منحاهم وسار على خطاه. الشاهد إخواني أراد أن يغري النجاشي، بعدين عمرو المكار جد واحد أدهى دهات العرب، ذات العرب ثلاثة أداهم عمرو، ورايح ما ذهبش فاضي، واخد له هدايا ضخمة وزع عليه وعلى كل من حوله الملأ بتوعه، كان أغلبهم رهبان، وزع عليهم كل هدايا عشان كلهم يتعاون معه في تسليمهم من فروا من بلادهم. النجاشي حق خرج الحكيم، والنبي ما أرسلهم إليه إلا بعد أن علم من حاله أنه أهل لهذا الأمر، بل صرح للصحابة الذين هاجروا قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها رجل لا يظلم أحد عنده. فده كان سمت النجاشي اللي رسول وصفه به، لا يظلم أحد عنده. فأول ما لقى عمرو والهيصة دي والهدايا والكلام ده قال لا والله لا أسلمك أيام حتى أسمع منه. فطلب الصحابة المهاجرين فالتقوا بين بمين؟ بالنجاشي رأس الدولة اللي قام يتحدث عنهم جعفر بن طالب. فلما سأله أي دين هذا الذي تديننا به؟ خرجتم به عن دين أبائكم ولم تدخلوا في ديننا، إيه الدين الجديد ده؟ فانبر له جعفر بن طالب قال كنا قوما ضلال نأكل الميتة ونعبد الأصنام، وأخذ يعدد مسائل بالجاهلية كلها، الضلالات بتاع الجاهلية اللي هم فيها، اللي بيقول لك ديننا دين أبائنا، فمن الله علينا برسول منا نعرف نسبه دعانا لعبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، وإلى حسن الخلق وإكرام الضيف وإكساب المعدوم وصلة الرحم، وأخذ يعدد كل أخلاق الإسلام. متى تعلموها؟ يقين الفتح مكي لسه لم يهاجر المدينة. فلما عدد له أخلاقية الإسلام، النجاشي جالس في يده عود، أخذ العود ونكده في الأرض، قال هذا والذي جاء به عيسى بن مريم والله إنه لمشكاة واحدة. المنبع واحد، المصدر واحد، اللي انت ذكرته ده كله عندنا في الدين، وجاء به المسيح عليه السلام. إذا ندرك، أنا أوضح هذا المعنى حتى نفهم يعني رسالات وإيه التبينات بين الرسالات. إذا الأخلاقيات واحدة وبها بدا الوحي، لم يبدا بالايمانيات وحدها بل بالايمانيات والاخلاقيات. لما ننظر في القران
الآيات التي جاءت في السلوك الاجتماعي والأخلاقيات كلها جاءت في المكي، في السورة المكية مش المدنية. من أوائل السورة المكية سورة الإسراء، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن من تلاد الأول، يعني تلاد الأول يعني من أوائل ما حفظت من القرآن، إن من تلاد الأول الإسراء والكهف ومريم وطه، يبقى ده من أوائل ما حفظ ابن مسعود في مكة. إن من تلاد الأول سورة الإسراء والكهف ومريم وطه، الأربع سورة ورا بعض في القرآن في الترتيب. سورة الإسراء وردت فيها الأصول الأخلاقية كلها، السلوك الاجتماعي جاء في الإسراء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال وآت ذا القربى حقه المسكين ابن السبيل وتبذل تبذيرا، كلها أخلاقيات. الوصايا العشرة كلها جاءت في سورة الإسراء، ودي سورة مكية. الوصايا العشرة الثانية جاءت في سورة الأنعام، والأنعام مكية. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إملاقا، إلى آخر الآيات، كلها مكية. إذن الفترة المكية كانت كافية أن يتعلم خلالها كل الإيمانيات مع جميع الأخلاقيات. يبقى كل تشريعات الإيمانيات والأخلاقيات اكتملت لهم في مكة. سافروا المدينة هم في قمة الإيمان وقمة الأخلاق. واضح المعنى ده؟ طيب والعبادات والمعاملات؟ العبادات لم ينزل منها في مكة إلا الصلاة فقط، وسائر العبادات نزلت في المدينة، الصيام والزكاة والحج كل تشرع في المدينة. الصحابة لا حجوا في الفترة المكية، الحج الإسلام بشعائره، ولا زكوا ولا صاموا. كان الصيام عندهم متعودين من جاهلية على صيام عاشوراء. لكن رمضان وبالشكل اللي موجود الآن كل ده نزل في المدينة. المعاملات بالكامل نزلت في المدينة. واضح المعنى ده؟ إذا عندنا أصول إيمانية أخلاقية عبادات معاملات. هذه الشرائع الأربعة اتفقت كل النبوات على ثلاثة منها. اتفقت على الإيمانيات لأنها لا تتغير، اتفقت على الأخلاقيات لأنها لا تتغير، اتفقت على العبادات لأنها لا تتغير. ولذا أجمل الله تعالى رسالات الرسل جميعا في آية واحدة، قال وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. جمهور المفسرين قالوا دخل تحتها إيه؟ الإيمانيات والأخلاقيات. فاعبدون دخل تحتها العبادات. وصل المعنى ده؟ لا إله إلا أنا دخل تحتها الإيمانيات والأخلاقيات، فاعبدون دخل تحتها إيه؟ العبادات. إذن جمع الله لكل الأنبياء هذه الأصول الثلاثة. هذه لا خلاف بين الرسل جميعا فيها. يبقى كل الأنبياء جاءوا بأصول الشرائع الثلاثة متفقين عليها لا خلاف بينهم فيها. طيب أين وقع الخلاف؟ في المعاملة فقط. طب لماذا وقع الخلاف بين الرسل؟ ها؟ تشريع مختلف. لا مش التشريع واحد، الاختلاف في البيئات والواقع. قصدك المعاملات الاجتماعية؟ أيوة، الاختلاف في البيئات والواقع، اختلاف البيئة المستهدفة. الله يفتح عليك. ليه؟ العلماء تكلموا في هذا، وفي عندنا علم قديم لكن للأسف اندثر عندنا الآن اسمه تاريخ البلدان، ومن أروع ما كنت فيه مقدمة ابن خلدون. تاريخ البلدان بيعطيك تاريخ الأمم و ايه اثر البيئات على طبائع الناس واعرافهم. قالوا ان التضاريس يتغير بتغيرها اعراف الناس واخلاقها. التضاريس، اللي عايش في منطقه جبليه عاليه غير عايش في منطقه جبليه مستويه، غير عايش في الحضر، غير عايش في منطقه زراعيه، غير عايش في منطقه ثلجيه، غير عايش في منطقه ساحليه على المي. فتلاقي اخلاق الناس تغيرت بتغير التضاريس. وضحت؟ ولغاية النهاردة اللي عاش في بيئة صحراوية بيتعامل مع مين؟ مع الحجر أشداء. لا، مع المخلوقات اللي في الصحراء، العقارب والحيات والتعابين والذئاب.
والأسود النمور زي اللي عايش في المدينة ها وعايش في علبة بياكل شوكولاتة بياكل شوكولاتة ها زي اللي عايش على البحر وعمال يلعب مع السمك زي اللي عايش في التلج وعمال يحفر في التلج ويلعب في التلج ويحدي في التلج الأطفال ما بتعمل عندكم هنا إذن البيئات اختلفت كل ده بيأثر في أعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم مما يؤثر في أخلاق الناس أيضا الطقس اللي عايش في جو الحر حر حركته زي حركة اليوم معتدل زي اللي حركته في جو بارد زي اللي حركته في جو شديد البرودة انتوا في كندا هو طباع الناس هنا زي اللي عايشين في الصقيع في الشمال ولا طباع مختلفة والأخلاقات مختلفة والأعراف مختلفة إذن الطقس بيأثر في الأخلاق التضاريس بتأثر في الأخلاق بل قالوا أشد حتى نوع الطعام اللي الناس بتأكله يؤثر في أخلاقه اللي اعتاد أكل لحم الجمال هتجد له طبائع تختلف عن اللي اعتاد لكن ما أحد أكل الضأن عن أخلاق اللي اعتاد يأكل لحم الأرانب عن اللي اعتاد يأكل السمك واضح معي؟ فهتلاقي كل واحد بطبيعة بل ذكروا هذا ذكروا ابن خلدون انه اكلت الفرس لحوم ذكروا هذا في علم تاريخ البلدان تفصيلا قالوا ان اللي اعتاد اكل لحم الجمال هتجد فيه صدق عالي صبر شديد جلد شديد حياء شديد غضب سريع كل ده طبع في الجمال ليه؟ الجمل بطبيعته ولذلك اللي بتعمم على الجمال هتلاقي تطبع بطبيعه واللي اعتاد اكل لحومها اخذ من طبيعه اللي اعتاد لك احمد الضأن هتلاقي فيه رقه وداعه حيوان تضربه ما بيدافعش عن نفسه فحتى لو قسيت عليه مره مش هتكررها ثاني هتبص لك والدمع بعينها لكن مش هتقاومك فهتكرهك انك انت ترقي معاها ولذلك ما بعث الله نبي الا راعي الغنم رعاية الغنم تعلم الرقه الشديده جدا والرأفة شديدة جدا والرحمة شديدة جدا فما بالك بقى اللي تعود على الأرانب حاجة كده في منتهى الوداعة ها لكن اللي بتعامل على السمك هتبلعت صعب جدا تمسكه وصلت الطبيعة اختلفت ولذلك حديث المزارع لما اجتمع 11 امرأة والنبي يحكي هذا النساء صلى الله عليه وسلم استمع على كل مرأة تصف زوجها بأمانها منهم اللي وصفته بخلق الجمال وصفته بخلق الأرانب واحدة تقول زوجي لحم جمل غس فوق جبل عال لا سهل فيرتقى ولا حلو فانتقل السنة تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب أغلبه الناس يغلب يستوي ده بده جنيك بقولوا له أرنب وصلت فكل واحد يرجع نفسه هو بياكل ايه وبتطبع بايه جيبوا له عصير جزر اول ما يتزوج وصلت المعنى يا اخوانا هذا التغير النوعي في طبائع الناس لتغير البيئات جعل لكل قريه ولكل قبيله اعراف وعادات مختلفه عن الثانيه تشريع الله ليس مجرد اقتراح كما يفعل الناس الآن إن احنا نقترح القانون الفلاني اقتراح ده بتاعتنا احنا العجزة لكن الله عز وجل عشان يضع تشريع وضع له سمتين كل شرع الله اتصفت بصفتين عنهم يقول تعالى قل أفغير الله أبتغي حكمة انتوا عايزين حد يحكم بينكم غير العليم الخبير ها إلى أن قال وتمت كلمة ربك تمت تشريعاته كلها بصفتين على أي نحو قال صدقا وعدلا صدقا احفظوا دول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا يعني صدقا يقول ابن القيم صدقا في تصور الواقع المراد التشريع له إذا لم يتصور المشرع الواقع الموجود اللي عايز يشرع له على حقيقته يصلح أن يشرع؟ أبدا يبقى ده جزء أصيل في التشريع تصور الواقع تصور الواقع عشان كده ابن القيم قال حسن تصور الواقع المراد التشريع له
انا لو اتصلتش اعرف الناس اللي موجوده والقائمه هشرع لهم اساس ايه؟ واضح؟ هذه يا شيخ تستنبط من الصدق. صدقا في تصرف، يبقى صدقا في تصرف، ده كلام قيم. الامام الجويني قال صدقا في الاخبار، الاخبار يعني بها الوصف للواقع الموجود القائم، ودقه هذا الوصف حتى لا يوضع التشريع الواقع يناقضه ويرد. وصل معنى ده؟ فتصور الواقع شرط في التشريع. من اعلم بواقع كل خلق من الخالق؟ لا احد يقينا. فبين ان شرائعه كلها جاءت على وفق الواقع الموجود القائم، مش مجرد بقول له نظريه وانت تنفذها براحتك، لا، ده انا الواقع الموجود ده هقوم فيه واضع التشريع اللي يرتقب الناس فيه على حالهم وعلى وضعهم، الام امي والعالم عالم. ودي دقة الشرع الرباني، واللي جعلت شرع الله يختلف عن كل شرع أهل الأرض. شرع أهل الأرض بنيت ووضعها جهول ظلوم، الظلوم تصدر عنه عدالة والجهول تصدر عنه حكمة، لكن اللي وضع هذا التشريع العليم الخبير. وضح المعنى الدقيق ده؟ فصدقا في تصور الواقع وفي دراسة أخبار الواقع وفي جمع ما في الواقع من علوم، عدلا بان الحكم الذي يناسب هذا الواقع، هو ده موضع العدل. يبقى مش العدل ان ادي حكم عادل، لا، ان انا ادي حكم عادل للواقع القائم. وضحت القضية الخطيرة دي؟ فكل تشريعات الله جاءت على ثنه صدقا وعدل. يبقى اعطت تصور للواقع الموجود في كل بيئة، واعطت احكام الله الخاصة بهذه البيئة، وده سبب تغير التشريعات عند الانبياء. لذا قال تعالى لكل جعلنا منكم ايه؟ يبقى الشرع اختلفت فقط في المعاملات، واختلفت الاختلاف الواقع والبيئات. وصل المعنى ده؟ عشان نبقى ايه، نفهم قضية التشريع كلها من اول الرسل لاخره. ها متصورين مع الكلام قلناه ده ولا نعيده تاني؟ سؤال بالنسبة كيف نجمع بين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي للعالمين، ولكن لو صبرت دقائق ونقول احنا جينا عليه، بس اصبروا شوية بس نخلص، وبعد كده ياريت اللي عنده سؤال يكتبه عشان ما ينسهوش، واحنا ان شاء الله تعالى سنشرح القصة بالتفصيل. انا واخدها سنة سنة حتى نصل لإيه، يبقى عندكم تصور كامل على كل الرسالات وعلى كل الرسل. وتم كلمة ربك صدقا وعدلا، مش كالفة دي في عدل، اي عيد صدقا وعدلا، معنى عدلا، معنى عدلا. حاضر حاضر. يبقى رب العباد جعل كل شرائعه موصوفه بالصفتين دول، صدقا وعدلا. صدقا في ايه؟ في تصور الواقع المراد التشريع له، ولا تصور واقع كل الخلق الى الخالق. اللي قاعد في مكتب الفقيه الدستوري اللي بيشرع للناس متصور واقع كل الناس؟ يستحيل، يستحيل يا إخواني. ده بيحط التشريع لدولة بكاملها ومعارفه في الدولة لا يزيد عن سبع يدي. فين تصور الواقع؟ لا يوجد، لا يوجد عند البشر، لكن يوجد عند رب البشر. ولذلك جعل الله هذا سمت لتشريعه، صدقا في تصور كل الواقع الموجود المرد التشريع له، ثم إعطاء الحكم المناسب لكل واقع. يبقى هذا معنى عدل، بيان حكم الله لخلقي في ضوء هذا الواقع، في ضوء هذا الواقع المناسب لهذا الواقع اللي يقوم الإنسان في ضوء هذا الواقع. واضح المعنى ده؟ إذن كل تشريعات الله جاءت على هذه الصورة. طيب، كل نبي جاء بشرع خاصة لقوم خاصة، الأنبياء بعثوا لكل البيئات، يبقى فيه بيئة على وجه الأرض ليس لها تشريع نزل؟ يقينا لا. طيب، أراد الله أن يجمع البشرية على شريعة واحدة، متى يجتمعوا؟ الكم الكبير من الأنبياء جاء بهذه الصورة وقوم كل البيئات وجاء بشريعة لكل البيئات، ها؟ متى يجتمعوا؟ وكيف يجتمعوا؟ متى وكيف؟ متى وكيف؟ رب العباد لكي يحقق كيف دي، كل نبي بعث أخبره بخبر النبي الخاتم،
وأن النبي الخاتم سيأتي متأخر في آخر الأنبياء، هو خاتم الأنبياء، وهيأتي بشرعة تجمع كل التشريعات اللي وجدت لكل البيئات وأخذ علي على كل الأنبياء. الميثاق عليهم وعلى أتباعهم. إن بعث النبي الخاتم اللي هيجتمع عليه كل الخلق، دعوا ما عندكم والزموا ما عنده، اتبعوه انصروه. وسمى ربنا هذا الميثاق، سماه ايه؟ الميثاق. وفيه يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ اللام هنا الجنس تشمل كل الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم السلام. وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة، لما آتيتكم من كتاب وحكمة. الكتاب معروف، والحكمة أخلاق الأنبياء وسننهم. ثم جاءكم رسول، ثم في اللغة تفيد عطف مع التراخي في النهاية مش في البداية. ثم جاءكم رسول، ما صفته عشان نعرفه؟ قال مصدقا لما معكم. يبقى جعلت هذه صفة النبي القادم، مصدقا لما معكم، يعني جامع لكل التشريعات التي نزلت لكل البيئات التي وجدت، مصدقا لما معكم. دي صفته بس، وصفة الكتاب اللي أنزل معه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني بكامل الحق الذي يحتاج إليه كل الخلق في كل البيئات من إنس وجن وغيره. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، بس ألا مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يبقى جمع كل الكتب بس، ومهيمنا عليه وزاد عليه. يبقى جاء القرآن الكريم جمع لكل التشريعات التي نزلت لكل البيئات التي وجدت، جمعها فقط لا وزاد عليه، حتى تجتمع البشرية كلها بل العالمين على شرعة واحدة من الرب الواحد، هي القرآن الكريم. وصل معنى ده؟ أنا سقت هذه القصة حتى إيه نستطيع أن نفهم الآيات ونفهم قصة الرسالة ورسالات الكتب، حتى نستشعر عظمة القرآن وعظمة الرسالة وعظمة الرسول وعظمة ما نحن فيه. نعم، احنا في اعظم منح الله علينا. اذا اخذ الميثاق على الانبياء باتباع نبينا، فكيف نضيع نحن رساله؟ بل اقرا بقيه الايه: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. الرسل ايوه، والانبياء ايوه، واتباعهم ايوه، لتؤمنن به بس، ولا تنصرن، تنصر دينه تحققوه وتقيموه. قال: أأقررتم؟ ما الذي قال لهم أقررتم؟ رب العباد. إذا أخذ عليهم ميثاق بهذه الصيغة كل الأنبياء وكل الرسل. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاق وعهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللي هرفض هذا الميثاق هيبقى ايه؟ فاسق، يعني خارج عن دين الله. ثم عقب فقال: أفغير دين الله يبغون؟ هم عايزين دين غير دين الله؟ هذا هو دينه وهذا هو ترتيبه. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذا بعد نزول القرآن لا دين لله إلا القرآن. يجي واحد يقول لك: أصل أنا جايب لكم دين إبراهام. دين إبراهام أليس مشمولا في القرآن؟ أليس أقامه سيد الأنام؟ ده رب العباد نصص على سيدنا إبراهيم خصيصا، والله يعلم أن البدعة دي تحصل، فقدم لها في القرآن. ها؟ لما يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. يبقى فيه شيء جاء به إبراهيم لم يتبعه سيد المرسلين، لم يأتي به. لما نيجي احنا نقول والله ده احنا جايبين دين ابراهام اللي ايه يخرج عن دين رسول الله، يبقى احنا بنطعن في رسول الله وانه ما اتبع ملة ابراهيم. هذه جريمة لما يقع فيها مسلم، كفر باتفاق، خرج عن دين الاسلام.
دين إبراهام إن بعث النبي الخاتم هو يترك ما عنده الزمن، وأخذ الميثاق عليه بهذا كما أخذ على سائر الأنبياء وعلى أتباعه كما أخذ على سائر الأتباع. ندرك هذه الحقائق، فهمنا لهذه القضية حيؤمننا من كل الضلالات التي تنشأ ومن كل الجهالات التي تثار. إذن قضية النبوات هذا ترتيبها الذي ذكرناه، أنا ما ذكرتش ما عندي، أنا لا أؤلف، أنا بأتيكم بنص القرآن بشرحه، واضح المعنى؟ إذن هذا دين إبراهيم وهذا دين محمد وهذا دين جميع الأنبياء بلا خلاف. طيب الأنبياء أخذ عليهم ميثاق باتباعه وكلهم ماتوا قبله، متى يظهر اتباعه؟ إلا المسيح عليه السلام رفع. أبى الله عز وجل إلا أن يجمعهم لنبيه ليلة تكريمه، حين أسرى به ما كان ممكن يعرج به من المسجد الحرام إلى البيت المعمور، البيت المعمور يخلون فوق الكعبة، ولو عرج به مباشرة انتهت القصة، لكن الله أبى إلا الإسراء قبل المعراج ليجمع له أنبياءه في بيت المقدس من آدم إلى عيسى فيقدموه جميعا للإمام فيصلي بجميع الأنبياء إماما. فيهم سيدنا إبراهيم ولا لا؟ فيهم المسيح ولا لا؟ فيهم آدم وسائر الأنبياء ولا لا؟ إذا ندرك الكل أقر وأدى الميثاق الذي كلف به وأخذ عليه، وأحدث الله هذا حتى يعلم القاسي والداني إن الذي رتب قضية التشريع من ألفها ليائها رب العالمين، واللي أخذ المواثيق رب العالمين، واللي حمل الكل على إقرار رب العالمين. ولذلك ما في واحد قال له أنا ما سيدنا ابن دعوه لأن جدك، وآدم يقول له ده أنا أبو البشر تتقدم عليه في الإمامة وانت من آخر الأجيال، ما فيهم واحد نازع، بل الكل سلم له بالإمامة والقيادة. واضح المعنى ده؟ وهذه منة الله على البشرية حتى تجتمع البشرية على شرعة واحدة التي اختارها الله لخلقه، بل أقول ما هو أشد، كتبها في لوحه المحفوظ قبل خلق خلقه وقبل نزول كل الرسالات، حتى ندرك القضية أبعادها فين؟ أين أبعادها؟ بعيدة جدا جدا. أول ما يعني لا يتصور أبدا أن الله عز وجل يخلق الإنسان ولا يضع له منهج لحياته، أيهما وضع أولا؟ المخلوق ولا منهجه؟ ها يعني أستطيع الآن أن احنا ندعوكم كطلبة لدراسة دورة شرعية، وبعد ما تجتمعوا ويأتي الشيخ نقول يا أخواننا إيه المنهج أنت عايزينه؟ ولا المنهج موضوع قبل ما تيجوا ومعلن قبل ما تيجوا؟ طب لو جمعناكم وليس لنا منهج، هنعمل فصل دراسي أو كلية، وجمعنا الطلاب والأساتذة، طب إيه المنهج اللي هندرس في الكلية؟ ضروري أن أنتوا عليه. لو فعلنا هذا يعد عبث بالخلق. لا يتصور يا إخواني أن يوجد مخلوق بدون منهج حياته، ولا يتصور أن الخالق خلق الإنسان قبل أن يضع منهج حياته. منهج الحياة وضع قبل خلق السموات والأرض، ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وضحت؟ وكان مما كتب في هذا التوقيت القرآن الكريم الذي بين أيدينا الآن بنصه ولفظه، ولذا يقسم تعالى على كتابته فيقول تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون ليه عظيم؟ أقسم بمواقع النجوم قبل خلق النجوم. احنا نفرح قوي لما نلاقي آية في القرآن وافقها اكتشاف علمي، يا سلام ده خبل منه. القرآن يا أخوانا كتب قبل وجود هذه العلوم على الأرض، ولذلك يستحيل يوجد معلومة علمية حقيقية تناقض القرآن أبدا. القرآن كتبه رب العباد على وفق علمه،
ثم خلق الخلق على وفق هذا المكتوب والمعلوم، مش العكس، مش ليس العكس. الأصل أن العلم وفق القرآن. هنا يقسم بمواقع النجوم قبل خلق النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلم العظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، كتاب مكنون اللوح المحفوظ. وقال تعالى في موضع آخر: وإنه القرآن في أم الكتاب لدينا، أم الكتاب أصل الأول، لدينا اللي عند رب العالمين مش عندنا. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فوصف القرآن بصفتين من صفاته، العلو والحكمة. وإنه في أم الكتاب لدينا إيه؟ لعلي حكيم، وصف ذاته بالعلي الحكيم. قال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء إنه عليم حكيم. وقال في ثالثة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن وجد القرآن فين؟ في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق الإنسان. فدل هذا على أن كل رسالات الأنبياء كانت تمهيدا لكل البيئات وتهيئتها لنزول القرآن. ولذا قدم الله القرآن على خلق الإنسان حين قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فجعل وجود القرآن قبل خلق الإنسان ونزول القرآن بعد خلق الإنسان. الرحمن، نقرأ الآيات نفهم، الرحمن علم القرآن وبه بدأ، خلق الإنسان به ثنى، علمه البيان به ثلث. الرحمن علم القرآن أولا، خلق الإنسان ثانيا، علمه البيان ثالثا. واضح الترتيب؟ إذا ندرك هذه الحقيقة، القرآن وجد قبله وجود كل الشرائع. إذا جاءت الشرائع بشيء من القرآن لتصلح واقع كل بنات، ثم نزل القرآن جامع لكل هذه الشرائع التي مهد بها الأنبياء للنبي الخاتم. اللي يفهم القصة دي يبقى فهم قصة الرسالات. وضحت؟ ها أنا ربطت لكم الآيات كلها بعضها. وصل المعنى الدقيق ده؟ إذا ندرك جاءت الرسالة الخاتمة بعد أن أخذ المساق على كل الأنبياء باتباع الخاتم. إذا كل نبي بعث طولب هو وقومه إن بعث النبي الخاتم حال حياته أن يدع ما عنده ويلزم ما عند رسوله. والنبي يعبر بهذا لما رأى رسول الله يوما عمر بن الخطاب وفي يده ورقة من التوراة فيها بعض أدعية، فغضب غضب شديد، قال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون، التهوك نوع من التنطع يعني، أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن تبعني، لن يسعه لاتباعي. هذا نص. أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن تبعني. وفي الحديث الآخر لما يصف النبي قصة نزول المسيح آخر الزمان، قال: فينزل عيسى في منار دمشق ثم اتجه إلى البيت المقدس فيجد المسلمون يصلون في البيت المقدس يأمهم إمامهم المهدي، فلما يروه يعرفونه فيقدمونه ليصلي به إماما فيأبى ويقول: أمرت أن أكون تابعا لأتباع النبي محمد. تكرمة من الله تعالى لأمة محمد. نفهم وضحت القصة مش إزاي؟ إذا لا يسع سيدنا إبراهيم أن نتابع سيدنا المرسلين، نجعل له دين يخالف دين سيدنا المرسلين، وسيدنا إبراهيم بريء من كل ما يقولوه ويفعلوه، سموه ينسبها لسيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم منه براء، بل كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. إذا ندرك هذه المعاني، أنا سقت هذه المعاني حتى ندرك قصة التشريع. إذا أراد الله أن يجمع البشرية فأخذ مساق لكل الأنبياء باتباع نبي الخاتم، ثم كيف يجمعهم؟ أوجد لهم من الشرائع ما يصلح لكل بيئاتهم، لأنه جمع كل الشرائع ما زال كل بيئات، وده معنى أنه صالح لكل مكان وصالح لكل زمان. ويطلع واحد يتنطع ويقول لك: لا ما ينفعش الجنة يلوح، وهل هناك واقع رب العباد يعلمه لم يشرع له؟
والإنسان يا أخواننا حتى لما نقرأ التاريخ الأقوام السابقة كانت أوعى منا. إحنا بنبص تحت رجلينا. عاد من أقدم الأم بعد تقوم سيدنا نوح، ها؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وعاد من أقدم العرب، وسيدنا هود رسول عربي، وده يدلنا على قدم اللغة العربية في التاريخ قبل كل لغات الأرض. المغلطة دلوقتي اللي غلطوها يقول لك لا لا السريانية أقدم العربية. كانت فين سريانية؟ أيام عاد كانت موجودة؟ أيام ثمود كانت موجودة؟ سلامات. الإعلام بيلعب وبيلعب لعب خبيث جدا وبيكذب أكاذيب لحد لها. يا إخوان إحنا عندنا تشريع وعندنا نصوص، وذلك هم عشان يقولوا بفريتهم قالوا فيش حاجة اسمها عاد، فأنكر وجود عاد أصلا. ليه؟ لأن عاد يا إخواني كانت من أقوى الحضارات في التاريخ. عاد حكم كل أرضية مش كلها، من شرقها لشمالها لجنوبها، والراجح هم اللي بنوا الأهرامات وبنوا مثلها في الصين ومثلها في المكسيك ومثلها في مصر ومثلها في السودان. صحيح أضخمها اللي في مصر. العاد، وعشان تقرأ التاريخ قراءة دقيقة، حكام مصر القدامى كانوا يسموا إيه؟ رأس الدولة يسموه الفرعون. خوفو وخفرع ومنقرع أصحاب الأهرامات لا يسموا الفرعون، يسمى الملك خوفو والملك خفرع. كلمة الملك ما وردت في قاموس المصريين إلا فترة حكم العرب لهم، عرب الجزيرة. فالراجح أن عاد هم اللي بنوا هذه الأهرامات، لكن الأجيال متأخر عايزون حنا نشاركنا في بناء الأهرامات وإحنا بنذر الأهرامات. والكلام ده قاله متأخري أهل الكتاب اللي هم بعد سيدنا إبراهيم بسنين، أم سيدنا موسى، ولكن لا، ده إحنا اللي شاركنا في الأهرامات وجايبين لك صور هم اللي بنوا الأهرامات. لا، اللي بنوا الأهرامات قبل هؤلاء بكثير، وعاد أسبق من سيدنا إبراهيم بسنين. وضحت؟ فترة حكم الهكسوس اللي كان فيها سيدنا يوسف، عشان كده قال الملك إني أرى، ما قالش قال الفرعون. إذا ندرك لما نقرأ القرآن قراءة دقيقة ندرك عادي يا إخواني حكم القرآنية، وكان عندهم تطور علمي حضاري رهيب رهيب. والقرآن يصف لنا هذا. سيدنا هود لما يخاطبهم خاطبهم بإيه؟ بالنعم التي هم فيها. لا تنحتون من جبال بيوت لثمود، لكن عاد قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون. ايه كل ريع دي؟ عملوا يا اخواننا شبكة طرق تغطي الكرة الأرضية كلها، والطرق عملوها بالطوب الحجري اللي لغاية النهاردة موجودة في بعض البلاد مش بالأسفلت، قطعوا الجبال وعملوها طرق. شبكة الطرق اللي عملوها تغطي الأرض كلها. وبعدين كانوا عاد غيرنا، كانوا أجسامهم ما شاء الله قريبين من آدم. الرجل طوله كده 66 ذراع، يعني 36 متر، يعني برج عمارة 12 دور. إحنا بالنسبة لهم إيه؟ يعني لا، ما نحصلش الأخزان دي، ده حشرات. لو شاف واحد منها علق له حلقة في دماغه منه مدين اللي يلعب بيه. وصلت. عاد كانوا بهذه الضخامة، حتى قالوا عبارة عجيبة لما حكم الأرض كلها، تحدوا كل الأرض أهل الأرض. قال تعالى أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. رب العباد لم يذكر أمة أخو تقوى تفوقهم، قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة، فوضع قوتهم أمام قوته. وده معنى خطير. تعالوا الآن أقوى شبكة طرق موجودة على الأرض فين؟ هتقولي في أمريكا. الطريق ما شاء الله 10 راحات رايح 10 جاي، وده اللي خلاهم اخترقوا كل الغابات وجعلوا ثروة ضخمة. ها؟ عادي إخواني، بما تميز أمريكا أي طريق مدخله ومخرجه؟ أي دولة في العالم، أمريكا، أوروبا، كندا، بنميز مخرج الطريق ومدخله بإيه؟ بلوحة خشب أو بلاستيك مكتوب عليها اكزيت 1 اكزيت 2. شوف ده مخرج واحد مخرج اثنين. عاد عملوا ايه؟
بلغوا من شدة الغنى والترف مدخل كل طريق ومخرج كل طريق، عملوا بناية نادرة تحفة معمارية لا مثيل لها على مستوى الكرة الأرضية في كل طريق على مستوى الأرض كلها، مدخل كل طريق ومخرجه، حتى سمى الله مبانيهم آية، فقال لسان نبي هود: أتبنون بكل ريع. الريع الطريق، الريع اسم اسماء الطريق، يبقى الريع والسبيل والطريق كل ذي أسماء للشارع. أتبنون بكل ريع آية، الهدف منها إيه؟ قال تعبثون، له مبنى سكني ولا مبنى حكومي ولا مبنى إداري، مبنى لتمييز مدخل الطريق ومخرجه. كم عدد المهندسين اللي بنوا هذه المباني؟ كم عدد المعماريين اللي اخترعوا هذه المباني؟ هذا عالم تاني اخوانا، واحنا بس اللي عندنا علم، احنا عايشين في وهم، احنا عايشين في عصر العلم وكأنه ما سبقنا البشر غيرنا. لا، هذا كانوا في حاجة تحفة معمارية رهيبة جدا. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، بس قالوا تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تعالوا معنا الآن، أي بلد الآن أقوى بلد في العالم، المخزون السلع بتاعها اللي يكفي الناس يكفيهم قد مدة كام؟ ست شهور. في نهاية الصيف نعرض سيب الشتاء، ونهاية الشتاء نعرض سيب الصيف، ها؟ ونعمل سيل وتخفيضات عشان نخلص من اللي فات ونجيب الجديد. عاد قروا أذواق الناس، لأن أذواق إخواننا لا تكاد تختلف. إحنا هنلبس كرافات، هنخليها عريضة ولا رفيعة؟ هنخليها طويلة ولا قصيرة؟ هتطلع على الأذواق عن هذه؟ صنعوا كل هذه الأذواق بما يكفي الناس مئة عام. المخزون السلع عند عاد كان يكفي الناس مئة عام، مش جيل أجيال. إحنا جنبهم نبقى إيه؟ عندنا اقتصاد سلامات. أتبنون أعمارهم شوية؟ قديش كانت أعمارهم؟ أعمارهم كانوا بيوصلوا 1000 و2000. إيه ما تستعجلش. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصالع لكم تخلون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. اللي طول 36 متر ده عايز بندقية ولا كف يخلص؟ وصلت؟ جاي لك هو. لغاية ما سيدنا هود قال لهم كلمة عجيبة، قال فاتقوا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. كلكم، لما أقول كلكم يقصد مين؟ الغني والفقير، ليدلنا على أن أفقرهم كملياردير. أفقرهم واتقوا الذي أمدكم بإيه؟ قال بأنعام. أفقر الناس عندهم عنده ثروة حيوانية، ثروة حيوانية أنعام بس، وبنين ثروة بشرية. جابها من فين؟ مستوردها مهجرة طرش بحر. لا، أولادهم صلبوا، كان راجل بيعيش 1000 و2000 سنة و3000 سنة ويخلف عمره 1000 و2000 وثلاثة، حاجة كده يعني. مش إحنا اللي واقعين وكحيانين معدمين لغاية حتى جيل الصحابة، جيل الصحابة كان لسه فيهم قوة. أنس بن مالك كان عنده كم ولد؟ 100 مولود من صلبه أحياء، في 35 بطن سقط من صلب أنس، 100 من صلبه، مش أنس لوحده، ده أنس واحد من 4، أنس بن مالك وأبو بكر وابن بدر والمغيرة بن شعبة، كل واحد من دول أنجب 100 من صلبه غير أحفاده. خالد بن الوليد رغم انشغاله الشديد في الحروب ما توقف عن الجهاد. أولاده اللي حضروا معاه آخر غزوة، غزوة يرموك، كان عددهم كام؟ جزء من أولادي اللي حضروا معاه في غزوة يرموك 40 مقاتل من صلبه. كتيبة خالد حاجة تفتح النفس كده. وصلت؟ يقول ابن الجوزي كان ابن الأجدعي من الصحابة، الفارق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عام، يعني الرجال عدى 100 ولسه شغال بينتج وطلع أجيال. احنا فين؟ ها؟ كل واحد فينا عايز بلبوس، خليها تعدي بس وما نشتر علينا. إذا ندرك الأجيال كان هذا، لذا أقول واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. كلكم أمدك، أضعفهم كان عنده 1000 و2000 ولد من صلبه، هو لوحده دولة.
وضحت؟ واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، بس وجن، مش جنة، جنات. أقل واحد مش عنده جنة، جنات وعيون ثروة مائية خاصة به لوحده. فإذا كان أضعفهم وأفقرهم جمع هذه الثروات الأربعة، أنعام وبنين وجنات عيون. أغنياء بقى شكله إيه؟ أين نحن من عاد؟ ولذا رب العباد يعقب يقول أهم خير يعني أكفاركم، كفار زمانكم اللي شايفينهم دول، خير، خير معنى أقوى هنا، أكفاركم خير أم أولئكم؟ كفار زمانكم أقوى ولا اللي إحنا أخلقناهم عاد وثمود وغيرهم؟ إحنا نروح فين فيهم؟ نروح فين؟ اللي لا يقرأ التاريخ قراءة دقيقة لا يعرف هذه الحقائق. إذا ندرك الأنبياء اللي بعثوا، بعثوا لكل البيئات. تخيل أنت بقى واحد زي سيدنا هود لما يروح لشداد بن عاد اللي بيحكم الكرة دي، وهو أصلا كان راعي غنم، يقول له إني رسول رب العالمين، هيعمل فيه إيه؟ تخيل أنت كم معناها الرسل. شيء عجيب التاريخ يا إخوانا، قراءة التاريخ من خلال القرآن أصدق ما كتب في التاريخ. ولو لديك الوقت لوضحنا الفرق الكبير جدا بين وحي الله وبين كلام عباده. إذا ندرك القرآن ده وحي، وحي الأمم كان هذا حالها. ورب العباد على مر التاريخ ما ترك أمة إلا بعث لها رسول، وأخذ كما قلنا الميثاق على كل الرسل باتباع نبي الخاتم، حتى يجمع البشرية على كتاب واحد ساقه الله العالمين. ولذلك لم يكلف نبي بدعوة غير قومه إلا سيد المرسلين، جاء للعالمين. ولذلك من أول ما بعث، رغم أن كل الأمم كانت تنتظره، أهل الكتاب ينتظروه، الجن بينتظروه، كفار مكة بينتظروه. ليه؟ لأن سمع أخبار من الكتاب. فكل الأرض كانت منتظرة زمان ظهوري وقت ظهوري، بل مش ظهوره وبعثته، ده ميلاده. هقول لكم كلام يعني هيصدمكم، ميلاده متى كان ميلاده؟ ارتباط عالم الفيل بميلاده مش معروف، لا معروف، احنا اللي جهلناه. ارتباطه، ارتبط في خليط. يا اخواني ايه قصة الفيل؟ ابراهيم الاشهر كان بيحكم لابن، ماشي، وبنى كنيسة سماه قليس، وده الفيلم اللي اتعمل. الفيلم لما اقول فيلم تبقى فيها منه فيلم، عمل كنيسة قليس واراد ان يصرف وجوه الناس اليه عمك، ما حد ذهب اليه. اخطأ واحد من اهل يمن من رعيته، هو اليمن ده من أهل مكة لا علاقة له بمكة، لطخ بعض الصور بوساخته، طلع أبره إحنا ننتقم لقليس. تنتقم من مين؟ من لطخها ولا من أهل مكة؟ ها؟ من لطخها، لا علاقة له بأهل مكة. قال لا لا، هنهد البيت بتاعه. ده فيلم. وأي حروب في التاريخ يا إخواني أصحابها لن يعلنوا أهدافها الخفية، يظهر شيء ويخفوا غير. والكلام ده يعني تعشوه في العصر الحديث في كثير من الحروب، الهدف معلن شيء والهدف الخفي شيء آخر. أنا رايح أسرق ثروة فأعلن هنقذ المساكين والغلابة والجعانين، فيل، ونجيب لهم كم واحد يتصور ده جعان وده بيموت وده ما شاء الله، وبعدين نسرق ما شئنا وبعدين نهكس انتهي الفيلم. ها، فاحنا عايشين في افلام من زمان. الهدف المعلن هدم الكعبه، طب والهدف الخفي؟ كانوا ينتظروا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يعلم انه ولد في مكه، للنص الموجود عندهم ظهر الرب في الطور واستعلى في سعير واستعلن في فران، فران مكة. سيظهر نبي
في جبال فران يسمى برقليط، برقليط وبرقدوس اسم رسول الله بالسريانية، ترجمته بالعربية أحمد التفضيل، أحمد اللي فضله على سائر البشر. خلي بالنا، خلي بالنا، فهم يعلموا مكانه، وإن جبال فران مكة، والنبي الخاتم يظهر مكة، لكن كان عندهم أمل كبير أن يكون من أهل الكتاب، وخاصة أنهم تأولوا حتى نص في الكتاب. المسيح يقول بالنص: الحق أقول لكم أن حجر الزاوية أي النبوة سينتقل لابن العم. ابن العم مين؟ من ذرية إسحاق لذرية إسماعيل. ده كلام المسيح. هم لا، أولوه قال ينتقل من ابن العم، يبقى من سبط لسبط ثاني، من لاوي أي سبط آخر من 12 سبط، وتأولوا هذا، وكانوا عايشين على وهم أن يحدث هذا رغم انقطاع النبوة فيهم بعد المسيح وسيدنا يحيى ابن زكريا. فالشاهد يا إخواني، كل هذه التأويلات كان عندهم أمل أن يوجد في هذا التوقيت ولو أسرة واحدة من أهل الكتاب يولد لها النبي الخاتم في مكة. لما بحثوا لم يجدوا أي أسرة، جن جنونهم. هذا زمن ميلاده، ويولد من العرب، يبقى النبوة خلاص، هذا الشرف العظيم هينتقل لأولاد إسماعيل، مصيبة كبيرة جدا 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 قاتل بالنسبة له. طب نعمل إيه؟ أرادوا أن يفعلوا فعل فرعون مع سيدنا موسى، قالوا نقتل كل ولد يولد في مكة. فكان الهدف الخلاص من كل مولود يولد هذا العام حتى لا يولد النبي الخاتم العربي. هذا ما أضمروه. لما رب العباد حكى لنا القصة أنزل سورة كاملة سماها سورة إيه؟ الفيل. طيب لو القضية قضية مكة الحرم، مكة والكعبة يا إخواننا قضية عامة ولا خاصة؟ عامة. ما ذكرت الكعبة ولا ذكرت مكة إلا في على العموم. أولم يروا أن جعلنا، أولم يروا الكل أن جعلنا حرما آمنا تغطف الناس حوله، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة. الكلام كله على العموم، المكة مش مكة والكعبة مش ملك واحد، ده لكل الناس، ولا حد قال إنها ملك أحد، ما قال بهذا أحد. طب إذا كانت القضية قضية مكة، يبقى النعمة دي عامة ولا خاصة؟ عامة. طب لما نزلت سورة الفيل جاءت على العموم ولا على التخصيص؟ لا على التخصيص. قال ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الخيل الفيل، ولا ألم ترى؟ يبقى المخاطب واحد مش الكل، المخاطب واحد اللي تخص القضية. ألم ترى كيف فعل ربكم؟ أبدا ما عدل ولا غير. ألم ترى كيف فعل ربك، ربك الله، هم مش ربهم كلهم؟ مش رب أهل الكعبة كلهم؟ يبقى الخطاب لو يتعلق بالكعبة لجاء على العموم، ألم تروا كيف فعل ربكم وأصحاب الفيل، ويعتبرها منا على كل الأمة مش على رسول الله لوحده، لكن الله خصه وحده. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل حربهم في تضليل ولا كيدهم؟ الحرب ما أعلنوه قصة الكعبة، والكيد ما أضمروه قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ نفهم قرآن. أنا قلت لكم ما تصدموا، كلنا بنقرأ سورة الفيل وكلنا تعلمنا في المدارس أن القصة متعلقة بالكعبة وهدم الكعبة وخص سيدنا عبد المطلب وللبيت رب يحميه، مش كده ليه؟ اقرأ شيخة القرآن. يمكن اللي أشار لهذا شيخ الإسلام تيمية الفخر الرازي، قال لا، كان الهدف منع نبوة النبي في مكة، منع نبوة النبي في مكة. إذا ندرك، فكان الأمر معروف، واسم النبي معروف، ومكان ميلاده معروف، وتاريخ ميلاده معروف، وتاريخ بعثته، ومكان مهجره، كل هذا اللي أسلموا من كبار أحبارهم ورمالهم صرحوا بهذا وصفوه بالتفصيل. بل من قبل هذا سيف زيزن اللي كان في اليمن قبل النبي بسنين أخبر بأخبار النبي بالتفصيل، وكل كتب السيرة ذكرته. ليه؟ لأن سيرة النبي استفيضت في كل الرسالات التي نزلت،
ما بعث الله نبي إلا أخذ عنه وثيق بهذا النبي الخاتم وأعطاهم صفاته تفصيليا. تفصيليا كان كبير أهل الكتاب في المدينة حيى بن أخطب ود السيدة صفية. السيدة صفية تحكي هذه القصة تقول لما قدم رسول الله مهاجرا جلس أبي وعمي أبو عمه قال اذهب إليه وانظر هل هو هو المذكور في التوراة. ذهب حيي واستقبل مع المستقبلين. فلما عاد تقول لما عاد أبي قال لعمي أفي الدار أحد أخرج ما في الدار. قالت فاختبأت تحت السرير سيدة صفية. قالت فإذا بعمي يسأل أبي أهو هو المذكور في التوراة؟ قال هو هو. فأكد علي ثانية أهو هو؟ قال هو هو. الثالثة أهو هو بكل خلاله وأوصافه؟ ما في حاجة اختلفت. قال هو هو بكل خلاله وأوصافه. قال فماذا أنت فاعل؟ قال لأعادينهم حيت لأعادينهم حيت. إذا ندرك كانوا يعلم هذا علم اليقين. ولذا يقول تعالى العليم بخبايا صدورهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وهم يعلمون. إذا ندرك صفات النبي الخاتم ما كانت تخفى على أحد. إذا جاءت النبوة بهذه الكيفية وجاءت خاتمتها زينة لها جامعة لها ليست خاصة بل عامة وليست للناس وحدهم. مع أن الله صرح في القرآن أن الناس يقينا يقينا قل يا أيها الناس إن رسول الله لكم جميعا إن أرسلناك كافة للناس بشرا نذيرا. وذلك الخطاب في القرآن جاء عام يا أيها الناس يا بني آدم يا أيها الإنسان في كثير المواضع وضحت. بل بيّن النبي من أول ما بعث أنه رسول رب العالمين مش للإنس للعالمين الإنس والجن وغيره. وصلت. أهل مكة نفسهم لما بعث في البداية وقال أنا رسول رب العالمين العالمين قالوا راجل ده مجنون اتهموه بالجنون أول لحظة. فنزلت السور نزلت في بداية القرآن نزول من أوائل ما نزل سورة القلم خامس سور في البداية. سورة القلم جاءت لتصف هذا المشهد ورب العباد بدأ فيها بالقلم اللي كتب به كل أقداره. قال نون والقلم ما أسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون وإن لك لأجر على أنت هتقوم به ده كله غير ممنون ملوش نهاية ها ومؤهلتك إيه وإنك لعلى خلق عظيم. ثم ختم السورة بهذا الختام أيضا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه المجنون وما هو إلا ذكر للعالم. اللي قال هذه الحقيقة رب العالمين من أول نزل القرآن إلى آخر ما نزل. إذا ندرك نحن أمام أعظم رسالة وجدت في التاريخ جمعت كل الرسالات جمعت كل الشرائع هيئت لإصلاح كل الخلق في كل البيئات في كل الأزمان في كل الأماكن تهيئة ربانية عالية جدا. ما من شيء يحتاج إليه الخلق مش الإنس بس كل الخلق الإنس والجن حتى الحيوانات والحشرات لأنها خلق للإنسان خلق كما صرح الله تعالى في القرآن فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كيف نستفيد بهذا الخلق فنجعله ينفعنا ولا يضرنا؟ القرآن فصل هذا كله. لم يكتفي حتى بالمخلوقات على الأرض بل حتى تحت أديم السماء بل السماوات فقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. إذا ما في مخلوق ولد في السماوات ولا يوجد في الأرض إلا ولله التشريع يتعلق به كل ذا دخلوا في مسمى العالمين. ولذا قال تعالى تبارك الذي نزل في القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا لتقوم كل الخلق الإنسان والجان وما خلق للإنسان من خلق من أمم. إذا ندرك
هذا معنى كبير جدا خطير جدا، وده يفتح افاق امامنا رهيبه جدا. يبقى رساله القران رساله خاصه ولا لكل العالمين؟ ولما قلت على النبي هم ارسلناك الا رحمه للعالمين، يبقى فيه مخلوق وجد في العالمين لم تصله رحمه سيد المرسلين وهديه. هذه معنى كبير جدا يا اخواني. اذا ندرك، انا جمعت لكم قصه الرساله كلها حتى ندرك الله. طب والتوراه والانجيل والزبور كتب منزله من عند رب العالمين. طب وصحف ابراهيم وصحف موسى كلها من عند رب العالمين، وكلها كما قلنا اتصفت بايه؟ تمت كلمه ربك صدق العدل. كلها صدق وكلها عدل وكلها جاءت لاصلاح الخلق، ثم جاء القران جامعا لها جميعها. جامعا لها جميعا. وصلت؟ طب واحد يقول ما اللي عنده كتاب هيرد الكتاب بالكتاب الذي عنده؟ رب العباد من لطفه ورحمته حتى، ودي الكيفية بقى، حتى ينبع الناس على الكتاب واحد لا يختلف عليه، وكل لكل أهل شرعة حفظ شرعتهم. ركز معي في النقطة دي. يبقى أصحاب صحف إبراهيم وكل لهم أن يحفظوا الصحف، أصحاب التوراة وكل لهم حفظ التوراة، أصحاب الإنجيل كذلك. ورب العباد يقول بهذا نصا على التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا ربهم الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يعني استحفظوا أي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله. طيب هل طبيعة الإنسان أن يحفظ؟ أبدا. ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه، ولو حفظ جيل ضل كل جيل. بل رب العباد يعني يعطي لنا إشارة دقيقة جدا لمعنى لطيف جدا. نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث كان متوقع أن يكلف بما كل فهد الأم قبله بحفظ الشرع، فلما نزل عليه القرآن كان ردد الآيات مع جبريل خشية تفلته، فنهى رب نهى قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا لعليك جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه تدورك فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يبقى ذكر ثلاثة هنا، في الآية الأخرى ذكر الرابعة، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه، فتكفى الله بجمعه في صدر رسول الله وصدور الصحابة وصدور المؤمن إلى يوم الدين. ما في كتاب يا أخوان نزل طلب أهله بحفظه والقراءة فيه، طلب حفظه ككتاب مش حفظه في صدره وقراءته وتلاوته. القرآن احنا أمرنا أن نصلي به، فما فيش مسلم، لا يوجد مسلم على وجه الارض لا يحفظ شيء من القران. كم يعني عالم من علماء اهل الكتاب يحفظ الكتاب؟ ناهيك عن العامه، اذا لم يحفظه علماء ما يحفظه العامه. لكن كتابنا امرنا بحفظه في الصدور، وصانه الله على السطور وهيئ له الاسباب، وده معنى خطير جدا. تكفل الله بجمعه، تكفل بحفظه، تكفل باقرائه، هيخلي الكل يقرأه، العرب يقرأه، العجم يقرأه، الفارسي يقرأه. بل أنا يعني جبت الأرض دعوة من فضل الله برحمته، كل ناطق لغات الأرض وجدت فيهم حفاظ القرآن متقنين مسند روايتهم بالقراءات العشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحسن العربي. وأنتوا يعني عايشين في جو عم بتشوف الناطق الأردن، ناطق البشتو، ناطق الفارسي، ناطق الفرنسية، ناطق الإنجليزية يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولا يعرف كلمة عربية يتكلموا، ما يفهم منك شيء. وصلت؟ هو ده معنى إن علينا جمعه وقرآنه. قرآن مصدر لقراءة، قرأ يقرأ قراءة وقرآن. فإن علينا جمعه وقرآنه أي إقرأه للناس، هنخلي البسيط الطفل الصغير هيقرأه، والعالم هيقرأه، والعرب هيقرأه، والعجم هيقرأه، والشرق هيقرأه، والغرب هيقرأه. من الذي تكفل بإقرائه؟ خلاص الكل بيقرأ. هيخلصوا إزاي دول؟ ها؟ هيخلصوا من دول إزاي؟ وهذا من حفظ القرآن، إن يحفظ العرب والعجم والجميع. إذا ندرك تكفل الله بجمعه بحفظه بإقرائه ببيانه، ونهى النبي أن يعجل لأن الله متكفل. بل ذكر له لطيفة: من أذكر البشر في الدنيا كله؟ آدم الله يفتح عليك، اللي علمه الأسماء كلها فحفظها واحتفظ بها.
حافظها واحتفظ بها. حافظها من علم آدم، طب احتفظها، احتفظ بين فين؟ من ثم، ثم عرضهم، يعني ما عرضهم في وقت حفظه بل بعد سنين، فدل على الحفظ وعلى الاحتفاظ. يعني أقوى كمبيوتر بشر كان آدم، ورغم حفظ آدم الرهيب اللي ما بلغه أحد البشر، لما كلفه الله بالتشريع الخاص بأولاده نسي الشرع. ولذلك رب العباد يقرن ما بين حفظ القرآن وبين لسان آدم، فيقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ليدلنا على أن البشرية جبلت على العجز عن الحفظ، ولولا حفظ الله القرآن ما حفظ للهدين على الأرض. حفظت اللغة العربية من القرآن، حفظت اللغة العربية والتاريخ الإسلامي وكل شيء، والسنة والسيرة، حياتنا كلها حفظت بالقرآن. ما ذكره القرآن هو المحفوظ، حتى التاريخ القديم حفظ بالقرآن. وضحت؟ إذن هذه قضية التشريع، تكفل الله بحفظ القرآن حتى لا يبقى للعباد دين وكتاب يدين به رب العالمين إلا القرآن. وصلت؟ يبقى بهذا عرفنا كيف ومتى وصل المعنى. إذن ندرك هذه الحقائق، دي قضية التشريع وقضية الرسل. طبعا احنا أمرنا بالإيمان بكل رسل وبكل الأنبياء، ولا نفرق بين نبي ونبي. ليه؟ لأن غيرنا ما ترك نبي إلا وجد فيه مغمس أو مطعم. أتباع كل النبي أعجبوا بنبيهم يطعنوا في غيره. ووجد هذا في التاريخ بكم كبير جدا، حتى لا كاد نبي يسلم من ألسنة الناس، لا كاد نبي يسلم. سيدنا إبراهيم اتهموا بالشرك، سيدنا لوط اتهموا بالزنا، سيدنا داود اتهموا بالظلم وأنه بتاع نسوان، سيدنا سليمان قالوا بل اتهموا أنه هو عابد الأصنام، ما هو اللي كان مصنع الأصنام، وهو اللي النساء خدعوه خلوه صنع الأصنام عشان يستعبد الأصنام. كلام وقح جدا جدا قيل في حق الأنبياء. جاء القرآن لينزه كل هؤلاء ويثبت براءتهم، ويثبت براءتهم من كل من نسب إليهم، ويأمرنا بالإيمان بهم جميعا بدون تفريق. في تفضيل ماشي، تفريق لا. تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض، التفضيل ورد، لكن تفريق لا نفرق بين أحد منهم. كل هؤلاء أنبياء أمناء صادقين جاءوا بواحد من عند رب العالمين، كلهم متفقين على هذا الحق المنزل من عند رب العالمين، لا نفرق بين أحد منهم. وضحت؟ إيماننا اللي هيكفر بنبي كالكافر بكل النبي في شرعة ربنا، الكافر بنبي كالكافر المسلم هيكفر بعيسى يكفر، الكافر بنبي كالكافر بكل نبي. حتى وجوب عصمة الأنبياء وأمرنا بأن نحن هذا من الإيمان، لا نفرق بين أحد منهم في عصمتهم، في أمانتهم، في صدقهم، في حملهم رسالة ربهم إلى عباده، في أدائهم الرسالة وبلاغهم. بل حتى الأنبياء الأوائل اللي لم يؤمن بهم أحد أمرنا أن نشهد لهم أنه بلغ بوحي الله الذي أنزله. لذا يقول تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم، اجتباكم اصطفاكم، صفى هذه الأمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. شهادتنا عن إيه؟ النبي بينها، قال: يؤتى يوم القيامة بالنبي ومعه الرهط، يبقى كل من آمن به من 3-9، ويؤتى بالنبي معه الرهيط 3-4، ويؤتى بالنبي معه رجلين، ويؤتى بالنبي معه واحد، ويؤتى بالنبي ولم يؤمن به أحد. لما ربي يسأله: أبلغت ولا بلغت؟ من يشهد لك؟ يقول له: أمة محمد. لأنهم يعلموا هذه الحقيقة، فأمة محمد تشهد للأنبياء جمع بلاغ. الذي لم يصدق بهم ولم يؤمن بهم يشهد؟ لا يصلح الشهادة أصلا. هذا شرف عظيم، وده شرف عظيم للأمة، إن احنا لا نفرق من أحد منهم، كلهم أنبياؤنا. والنبي بين هذا بيّن ونزه كل الأنبياء
لما تكلم عن شك سيدنا إبراهيم في الآيات التي يعني خطب فيها سفهاء القوم، بل مش السفهاء بس، كبار المفكرين عنده الفلاسفة والعلمانيين والليبرانيين الكبار قوي قوي قوي، اللي عبدوا القمر واللي عبدوا الكواكب واللي عبدوا النجوم، سيدنا إبراهيم حورهم. المتخلفين يقول لك ده كان شاكك ووصل لله لما قال هذا ربي، هذا جرم في حق سيدنا إبراهيم. ليه؟ لماذا؟ الآية نزهت رب العباد، يقول في الآية التي قبلها وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يبقى رب العباد بدأ بوصفه بأنه من إيه؟ يبقى مؤمن أو موقن؟ موقن، بلغ أعلى مرتب الإيمان. قال فلما جن عليه الليل، يبقى جن عليه الليل بعد ما بلغ اليقين، بعد ما بلغ قمة الإيمان، رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال أحب الأفلين. لما قرأوا هذا ربي فهموها أنها إقرار. لا، نبي الله إبراهيم قالها إنكار وليس إقرار. أنت نفسك لما، وده في اللغة العربية معروف، لو جالك واحد وقال لك إيه فلان ده أسد وأنت بتعرفوش، شفته لقيته سفروت، قلت له هذا أسد، هذا أسد، يبقى أنت بتقره ولا تنكره؟ صرت الاستنكار. لما يقوله رب العالم القمر، طب أدي القمر هو هذا ربي، يبقى قالها إنكار وإقرار، يقين إنكار، هم فهموا إقرار عشان نفهم السندوق العربية طريقة قراءتنا للآية. أيوه طبعا، هذا ربي، ولذلك هي فيه قراءة شاذة بالهمزة أهذا ربي، لكن مش هكلم على قراءة شاذة، القراءة الصحيحة الثابتة هذا ربي تقال عند العرب للإنكار والإقرار، لكن بعد ما قال وليكون الموقنين تقال بالإنكار بالإقرار، يستحيل في حق هذا ربي. ها هو ده ربي. فلما أفلت أفل قال لا أحب الأفلين، إزاي بقى الإله يغيب؟ لو غاب من يدير ملك في غاب؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي مرة أخرى بالإنكار على الفريق الثاني. فلما أفل دل هذا على سلامة إيمان إبراهيم، قال لئن لم يهديني ربي، يبقى عارف أن ربه غير القمر، لئن لم يهديني ربي لأكوننا من قوم إيه؟ الضالين. ده بيسموه التعريض، عايز أقول لهم تضلال ولد 60 في 70، بس لو قال لهم تضلال مش هيستجيبوا الكلام، فعرض، ده اسمه إيه؟ التعريض. يعني لو ربنا ما هدانيش الحق هبقى زيكم كده ضال، يبقى انتوا ايه؟ ضالين. خلصت. لئن لم يهديني ربي، فدل على كمال ايمانه وعلى يقينه هذا السياق، وعلى انه يعرض بهم فيما يعتقدونه. يبقى انتقل من شك اليقين، ولا هو كان موقن من الاول؟ يقينه كان موقن من البدايه وما شك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الشبهه قال نحن احق بالشك من ابراهيم. ابراهيم ما شك، ولو كان في شك كنا احنا احق به منه، لينزه نبي الله ابراهيم. هذا الرسول، رسول الله، نحن احق، هذا كلام رسول الله في حق سيدنا ابراهيم، ففي الصحيح صحيح ثابت، نحن احق بشك من ابراهيم. لما شككم سيدنا لوط وان كان بيستقوى بالناس لقوله او اوى الى ركن شديد، قال رحم الله اخي لوط قد اوى الى ركن شديد، اوى الى رب، وفي ركن أعظم ركن رب العباد. إذا ندرك جاء الوحي لينزه كل هؤلاء وليرفع قدر كل هؤلاء، وأنهم سادة البشر وصفوة الخلق وأسمى الخلق خلقا ودينا وأمانة وصدقا، وكلهم بلغوا، ونشهد الله جميعا أنهم جميعا بلغوا. إذا ندرك جاءت هذه الأمة شاهدة لتشهد لكل هؤلاء، النبي اللي بلغ ويكذبه قومه، ورد في الحديث ان سيدنا نوح ياتي يوم القيامه لقومه فرب العباد يسال قومه اجاءكم نوح جاءنا ابلغكم رساله؟ يقول لا. سيدنا نوح يقول بلغت، من يشهد لك؟ يقول امه محمد، مع ان الامه به خله بضع وسبعين واحد، فتشهد امه محمد انه بلغ. اذا لتكونوا شهوده، الشهادة دي فضل كبير جدا 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 أعطيته هذه الأمة من خلال هذا الوحي الجليل العظيم الذي لا مثيل له في الوجود.
وده مصدر تفضيل لهذه الأمة وتكريم ما بعده تكريم. وصل المعنى؟ إذا ندرك أمرنا بالإمام بكل الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم، أمرنا بالإمام بكل الكتب المنزلة، التوراة المنزلة حق، الإنجيل المنزل حق، الزبور المنزل حق، صحف إبراهيم حق، صحف موسى حق، الألواح حق، كل ما ذكر في القرآن من كتب أمرنا بالإيمان به وأنها كتب من عند الله يقينا جاءت بالحق الذي أراده الخالق للخلق في هذا التوقيت ولهذه البيئات يقينا. التحريف وقع من غيرهم، لكن حاشا لرسول الله أن يحرفوا أو يغيروا حرفا واحدا من كلام الله. وضحت؟ فأمرنا بالإيمان بكل الرسل والإيمان بكل الكتب المنزلة من عند الله وأنها حق. قضية أن الكتب حرفت كلها أو حرف بعضها دي قضية ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم حسمها لما سأله الصحابة فقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ما وافق في كلامهم أو في كتبهم الباقية الحق الذي عندنا فهو حق، وما خالف الحق الذي عندنا فهو باطل. وضحت؟ لكن الكتب الأصلية المنزلة يقينا حق ومن عند الحق وبلغها الأنبياء بحق. وصلت؟ ده أصل الإيمان. الذي لا يؤمن بالرسل ولا بالكتب مطعون في دين. دول أصلين من أصول الإيمان الست. لعلي أكون جمعت الأصلين لكم في هذه العجالة السريعة جدا، ربنا تقبلها بس. الله اختصرتها اختصار شديد ها، ولا يعني لعلي أكون لميت أطرفها بس. جزاك الله خير. سؤال تفضل قول سؤال. ذكر المسلمين في القرآن ما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكرت مسجد بفتية أهل الكهف. نعم، المسجد مسمى لمكان السجود، لكن استعمل استعمال اصطلاحي عندنا على بيوت الله لتبنى في الأمة القادمة. نفس المسجد كان في الأمة السابقة لمسمات أخرى، البيع والصلوات والكنائس والكنيس. وضحت؟ لكن اشتهرت هذه الأمة بالمساجد وعرف الاسم وصار عالم في أمة المسلمين. ده تعريف اصطلاحي. التعريف الأصل في اللغة كل مكان يسجد فيه يسمى مسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، ومن الأشياء اللي من بها على هذه الأمة لما قالوا أعطيت خمسة لما أعطوني بقبري منها، قال وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. سماها إيه؟ مسجد. سماها مسجد. يبقى لأن مسجد مبني ولا أنه مكان سجود؟ مكان سجود. أنا جبت لك ما صحته، وجعلت الأرض لإيه؟ مسجدا مطهورا. فإذا كل مكان يسجد فيه الله يسمى مسجد، لأن مسجد اسم مكان، المكان اللي سجد فيه الله عز وجل. فكون يسمى يعني نتخذ عليهم مسجدا يعني مكان الناس تسجد فيه وتعبد ربنا فيه. واضح؟ والمسلمين كلمة الإسلام لانقياد والطاعة لله عز وجل، ودي وقعت مع كل الخلق مش مع الإنسان بس، مع الحيوان ومع الجان ومع الطير ومع الحشرات ومع النباتات. قال تعالى أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله ومن أجل يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. سماه إيه؟ إسلام. أسلم يبقى انقاد وأطاع، فكل من انقاد لله وأطاع يسمى مسلم. ولذلك كل الأنبياء أمر أقوامهم بالإسلام. سيدنا موسى قال يعني وكونوا مسلمين. سيدنا إبراهيم ويعقوب ولا تموتن إلا وأنتم، وصية يعقوب إلا وأنتم مسلمون، يعني لا تموتوا إلا على الإنقياد والطاعة لأوامر الله. يبقى ده أصلها اللغوي. لكن الأمة اللي اصطلح على تسميتها بأمة المسلمين أمة النبي خاتم، عشان كده قال على لسان سيدنا إبراهيم هو اللي سمى هذه الأمة الأمة المسلمة، قال هو سماكم مسلمين قبل. يبقى مسمى المسلمين الاصطلاحي خاص بهذه الأمة، لكن الإسلام كمسمى يعني الإنقياد والطاعة لله عز وجل. يبقى كل من قاد وأطاع ربه يسمى مسلم أو أسلم. صفة الصلاة والركوع لسيدتنا مريم، هل كان اليهود
أهل الكتاب يصلوا زي صلاتنا الآن؟ يا أخي الكريم، كل الأنبياء أمروا بالركوع والسجود والقيام لله عز وجل. يا مريم اقنطي لربك، القنوت القيام، واركعي واسجدي. كل الأمم أمرت بهذا. سيدنا عيسى من لحظة ما اتولد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، صلاتنا دي بالركوع والسجود والقيام، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. سيدنا إسماعيل، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. الصلاة كانت فين؟ في الكعبة. فين؟ من سيدنا إسماعيل؟ سيدنا إبراهيم. وصلت؟ يا شيخ طيب. شو الحكمة يعني إنه ربنا أخص بني إسرائيل عن باقي البشر بالنسبة لما يعني طيب كويس أنا طرحت سؤال. هو جزء من قضية الأنبياء أنا نسيته، كويس أنا أوضحه. يا إخواني، اختيارات الله للأنبياء قبل نبي الله إبراهيم كانت الاختيارات من كل أهل الأرض، ولذلك بعث أنبياء في كل الأمم وفي كل القبائل وفي كل البلاد. لما اختار الله نبيه إبراهيم وده اللي جعله يلقب بأبي الأنبياء، طلب من ربه طلب، وانت عارفين لكل نبي دعوة مستجابة. عنه يقول تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، من اللي ابتلى؟ الله. يبقى اللي ابتلى رب العباد، لكن ربنا أخر الفاعل عن المفعول. وإذ ابتلى إبراهيم مفتوحة، ربه والفاعل مرفوع، زي إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى اللي يخشى مش ربنا يخاف من العلماء، العلماء هم اللي يخافوا ربنا. ها هتفكرني بطرفة، هخفف عنكم شوية. كنا معزومين من أحد الأخ في باكستان، باكستاني، فهم يموتوا في الشطة. كان أستاذ جامعة وديت محاضرة وراجل مبسوط بيا جدا، قال لي عم الشيخ زلق اتغدى عندي. قلت له عارف انكم اكلكم كله حار، عايز اكل من غير شطة. قال لي خلاص هبص مرات تعمل لك اكل من الشطة، ورص سفرة ضخمة اشكال والوان من الاكل، وجاب لنا طبق لوحده. قال لي ده ما فيهوش حار. فانا بزوغ الطبق لقيته حار، قلت له الله فلان احنا اتفقنا. راح مزعل لمراته، يا ولية انا مش قايل لك طبق الشيخ ما تعملوش حق حطوش في حار. قالت له والله العظيم عملته له من غير اي شطه، لكن لما ذقته لم اجد له طعم البتة، فحطيت للشيخ سنه صغيره. قلت له سنه صغيره هولعت لساني، امال الغلابه دول عامل ايه؟ واحد منهم كان راجل كبير في السن، بعد ما اكل لقى وشه ولع وراسه ولعت والدنيا ولعت. قال له اكل طعامكم الابرار، بدل من اكل طعامكم الابرار اللي اكل الابرار، هو عكس، قال اكل طعامكم الابرار. يبقى من اللي اكل الطعام اكلنا مش احنا اللي اكلنا. قلب الفاعل مفعول هتغير المعنى تمام. اذا ندرك لما يقول واذا ابتلى ابراهيم ربه بالكلمات، يبقى ابتلى ربه فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما، رسول قدوة، قال من ذريتي، فطلبها نبي الله إبراهيم من ذريته، فاستجاب الله له فيها. قال لا نال عهد الظالمين، هو قال من ذريتي لم يقل لا ولا نعم، فأقر إجابة الدعاء لكن استثنى أنها لا نالها ظالم. قال ومن ذريتي فأقر، نعم هي من ذريتك لكن لا نالها ظالم. فبعد نبي الله إبراهيم انحصرت كل النبوات في ذرية إبراهيم. من ذريته؟ إسحاق لا إسماعيل وإسحاق، إسماعيل الأكبر وإسحاق الأصغر، واضح معي؟ فانحصرت النبوة في إسماعيل وإسحاق. ذرية إسماعيل العرب، إسماعيل كانت كلها عربية، هو جد العرب، يب هو جد العرب بلاش. جد رسول الله ها. لكن احنا طبعا ايه تعودنا، وده غلطه قاتله، اسم اسماعيل اسم اعجمي في اللغه العربيه. اللغه العربيه صنفت الكلمات فاعطت اسماء عربيه
على أن اللفظ نفسه يسمى تعريف اصطلاحي اسم أعجمي. ليه؟ لأنه له طريقة مختلفة في الإعراب تختلف عن بقية الأسماء. ولذلك الممنوع والصرف إيه؟ ستة، منهم العلم الأعجمي. طيب حضرموت علم أعجمي، طب حضرموت دي كان خواجة ولا ده اسم أعجمي وجد عند العرب ومن معاملة الكلمات الأعجمية؟ والعرب أنفسهم كانوا بيسموا أسماء أعجمية. يعني اسم إبراهيم هو اسم إبراهيم، اسم نفسه الأعجمي، لكن هو نفسه مش أعجمي. وإلا سيدنا إبراهيم أين ولد؟ في العراق. أين هاجر؟ إلى بلد الشام ومصر والمكة. دي رحلة سيدنا إبراهيم كلها في منطقة العرب. ها؟ وضحت؟ أولاده إسماعيل نشأ في مكة وإسحاق نشأ في الشام. بس سيدنا إبراهيم مو عربي. اللي هي خواجة؟ لا يعني قصدي سرياني أو شو بيقولوا حرب. ده كلام ما كان في عرب حتى في بلاد العراق. لا يا مولانا، العرب موجودين من قبل هذا بكثير. أنا ذكرت لك عاد وثمود، ودول من أيام سيدنا نوح. سيدنا نوح نفسه كان من فين؟ من العراق. طب سيدنا هود من حضرموت. سيدنا صالح من منطقة ثمود، مدائن صالح فوق جنب المدينة المنورة. كل دول عرب، كل دول إخواننا أصلهم عربي. جل الأنبياء المذكورين في القرآن أسمائهم في المنطقة العربية. في بعض العلماء بيصنف أنه بس الأنبياء عرب، سيدنا صالح يمكن. لا لا يا مولانا، يا مولانا كل هؤلاء وجدوا في هذه المنطقة العربية والقبائل العربية من قديم. عاد من أقدم الناس في هذه المنطقة وأغلب الموجود من ذريتهم وثمود. لكن هم بيقسموا العرب نفسهم لثلاثة، في عرب بائدة اللي منهم قوم سيدنا نوح وعاد وثمود، كل دول يسمون العرب بائدة القدامى العمليق الضخم، واخد بالك معي؟ لم يبق منهم إلا بقايا قليلة جدا لا تكاد تذكر زي قضاعة وغيره. كيف يقولوا عرب العاربي والمستعرب؟ هم دول العرب البائدة القدامى، ودول كلهم عرب، عرب بلا نزاع، كل دول عرب. العرب العاربة دول لهم قص. كان فيه بطنين في اليمن كبار، في وقت ما كانت اليمن هي اللي بتحكم المنطقة دي كلها، حمير وكهلان. حمير كانوا في الوقت ده أقوى من كهلان، هم اللي حاكمين البلد، طردوا الكهلانين فانتشروا في كل المنطقة العربية. منهم بطون راحت جزيرة العرب، منهم بطون راحت الشام وراحت العراق وراحت مصر وراحت تركيا. كل دول عرب، لكن المنسوبين لكهلان سموا بالعرب العاربة. جدهم الكبير أبو كهلان وحمير كان اسمه قحطان، فمنهم القحطانيين ومنهم العرب العاربة. دول المنطقة العربية. شو معنى عاربة؟ سموا العرب العاربة العرب اللي طلعوا من اليمن اللي هجروا. العرب المستعربة ذرية سيدنا إسماعيل فقط، لقبوهم بالعرب المستعربة لأن دول أهل بيت، أباءهم أنبياء ومنهم الأنبياء. إيش معنى مستعربة؟ استعرب يعني صار عربيا، استعرب طلب العربية. لكن هم هل استعرب لأنه مش كانش عربي؟ لا، ده كان عربي وزوجته عربية وحياته عربية وأم هاجر عربية. طب سيدنا إبراهيم هو نبي العبرانيين والأصباط كلهم عبرانيين. يا مولان يا مولان، إيه معنى العبرانية؟ إيه اللغة العبرية؟ عبرون. حاول تحبس. لا يا إخواننا نفهم، دي مغالطات تاريخية تكتب عشان يطلعوا إن العبرانية أصل اللغات، لا أصل لغة عربية. العبرانية جذور كلمة تسوي كلام جنب اللغة العربية، صفر على الشمال. إيه اللغة العبرية؟ سيدنا إبراهيم يا إخواننا لما هاجر، هاجر من فين؟ من العراق الشام. من العراق الشام. قطع المسافة دي في كام؟ في 20 سنة. يسير مع زوجته وابن أخيه لوط وغنمتهم. كلما حلوا بقرية جلسوا فيها فترة وتكلموا معها. كل المناطق العربية تكلم معهم باللغة السريانية العبرانية ولا باللغة العربية؟ اللغة العربية. لكن مرورهم مع القبائل، انت نفسك لغاية النهضة من أهل الشام، لو رحت الشام هتلاقي لهجة أهل حمص هي لهجة أهل حلب. نعم.
هي لهجة أهل حماة، هي لهجة أهل دمشق. ليه؟ المنطقة دي اللي مر فيها سيدنا إبراهيم. فمع كل قرية طلع بلكنة وكلمة لغاية ما جمع في النهاية لغة يتكلم بها وأولاده، مجموعة من العبور اللي مر بيه، وسميت العبرانية لأنها جمعها من الطريق، من العبور، من العبور. الخلاف في إيه؟ هي مأخوذة من العربية، الخلاف طريقة النطق. السلام عليكم ولا السلام عليكم، وقس على هذا. وضحت؟ فاللغة العبرانية نفسها تجد أكثر من 90% كلماتها مأخوذة من اللغة العربية، من العربية بنصها. فازاي نجعلها هي أصل عربية وهي جزء قليل جدا جدا لا يذكر بجانب اللغة العربية وسعتها؟ الكلام ده غير متصور، لكن دي مغالطة تاريخية موجودة في كتب التاريخ الحديث ويحاولوا فرضها على الناس. هذا ما تعلمناه بالمدارس، يعني تعلمنا من المصيبة يعني في هذا، إن هذا يفرض علينا الخطأ وإحنا عايزين نتعلمه. يا إخواننا اللغة العربية أصل اللغات ولا عكس، ولذلك ما في لغة تقارن بالعربية في حجمها، لا في جزء كلماتها ولا في عدد كلماتها. أي كلمة في أي لغة تجد لها ترجمة في العربية. هات اللغة العربية، لا تجد في كل لغات الأرض ملايين الكلمات لا تترجم. تعال ترجم لي أسقط العتاليف. سامحوني يعني كنت بدي محاضرة هنا عندكم في هاملتون، والشيخ الله يحفظه يا رب قال لي عم الشيخ قال لي عايزين محاضرة في الإعجاز اللغوي في القرآن. قلت له صعب الترجم، أنت هتترجم؟ قال لي لا هترجم. قلت له ترجم. فبدأت قلت له يعني خلق الله فينا قوة سبعة في صدورنا، الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. ترجم. وقف. قلت له استحيل، يستحيل تجد لغة تحوي اللغة العربية. لكن هات أي كلمة في أي لغة هجيب لك البديل لها اللغوي الدقيق اللي يناسبها. أوسع لغة. وضحت؟ يبقى اللغة العبرانية هي الأصل والعربية هي الأصل. العربية. خلصت. الله خير على التوضيح يا شيخ. خلصت يا إخواننا. نرجع للسؤال نفهم كلمة. خلينا نرجع بس. إذا جعل الأنبياء فين؟ في ذرية إبراهيم. ذرية إبراهيم حصلت في سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق. سيدنا إسماعيل بعث أمة العرب. وبنى الكعبة وعاش في المنطقة العربية. العرب طبيعته إذا قنع بشيء صعب جدا تغير، صعب جدا تغير. أهل الشام فيهم تقلب، والحضر بالذات اللي عايش مع العجلة سهل جدا تغير فكري. كثرة التقلبات في أهل الشام جعلت الأجيال تتسارع. يأتي نبي يأمن بمجموعة وحال حياته يكفر به مجموعة، وورا اللي آمنوا لغاية ما خليهم ارتدوا يحتاجوا النبي الجديد. فلكثرة أمراضهم كثرت نبواتهم. افهم، لكثرة أمراضهم كثرت نبواتهم. كثرة التغيرات السريعة فيه جدا وردتهم عن الدين، رب العالمين عايز يصلحهم. وسيدنا إبراهيم دعا له، ها؟ دعا لذريته. طب ينصحهم بإيه؟ يخلص نبي نبعث نبي لغاية ما كانت القرية الواحدة يبعث فيها ثلاثة رسل يكفروا بالثلاثة يقتلوه. والقرآن ضرب مثلا بهذا، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية. أصحاب القرية كانت في الشام، الراجح أنها أنطاكية. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل رحمهم شيء إن أنتم تكذبون. إلى أن قالوا إن لم تنتهوا لنرجمنكم، ورجموا بالفعل، قتلوا الأنبياء الثلاثة. لم يؤمن بالثلاثة إلا واحد، ورجل بسيط من عوام الناس وساكن في أطراف المدينة مش في التاون داون يعني. لذا قال عنه تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل، غير اللي كان في مصر قال وجاء رجل من أقصى المدينة. يبقى بتاع سيدنا موسى قال وجاء رجل، فقدم رجولته على مكانه. ليه؟ لأن الموقف كان موقف بطولي، ده واحد من آل فرعون ورايح يبلغ موسى ضد فرعون. سيدنا موسى ضد فرعون، لذا سماه رجل وقدم ما حد قوة الصدارة، قدم رجولته على مكانه. هنا قدم مكان
عشان يعرفنا ان الرجل ده رجل بسيط من عوام الناس ساكن في ضواحي المدينه في الاطراف. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، كانوا صحابين النجار، اتبعوا من يسالكم اجرا مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني ولا ترجعون، اتخذ من دونها الهه ان يريدنا الرحمن الضر لا تولى عن شفت اني امنت بربكم فاسمعون. عملوا فيه ايه؟ ربنا اختصر القصه لبشاعتها، لبشاعتها اني امنت بربكم فاسمعون. ربنا ما ذكرش ايه اللي حصل، قال قيل ادخل الجنه. ليه؟ من كثره ما مثلوا به، سمروه في الارض ايديه ورجليه، واخذ يقطع اعضاءه عضو عضوه حي، يقطع لسانه ومناخيره وانفه وعينيه ورجليه وصوابعه عضو عضوه حي. اللحظه اللي افاضت فيها روحه قيل ادخل الجنه. فرب العباد اختصر هذا المشهد مباشره، قيل ادخل الجنه، قال يا ليت قومي يعلمون. بعد اللي نكلوه به، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل المكرمين. يقول تعالى وما انزلنا على قومه من بعده، ما قالش من بعدهم واجمع الرسل، وكان الله اخر تعذيبهم بعد قتلهم الرسل بسبب هذا الرجل. مصلح واحد، صمام امل للامه ليعلمنا هذه الحقيقه، فوجود مصلح واحد في الامه على امل هدايتها يؤجل الله العذاب عنه. مصلح وليس صالح، مصلح وليس صالح. طب تعريف بني اسرائيل شو بشمل؟ هوضح ماشي. فاذا ندرك، قال وما انزلنا على قومه من بعده من ايه؟ هذه اعظم بشرى للدعاء. سماهم رب العباد جند السماء، فسمى حبيب النجار من جند السماء، وده اعظم بشرى لمن يدعو لدين الله عز وجل، انه من جند السماء، من جند رب العالمين. واذا كان من جند رب العالمين ربنا يسيبه؟ رب اجعلنا من جنده. ها؟ قال تعالى لقد سبقت كلمتهم لعباد المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا. خلصت؟ لهم الغالبون، لهم الغالبون. لذا قال وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. مسح القريه باكملها. وصلت؟ اذا ندرك لكثره تغيرهم وتقلبهم ومحاربتهم للانبياء وتكذيبهم للانبياء وتنكبهم بالانبياء، رب العباد اكثر فيهم النبوات. ذريه اسماعيل ثبتت على دين ابراهيم واسماعيل من زمان سيدنا ابراهيم حتى بعثه النبي محمد، لم تتغير الا قبل البعثه ب100 عام فقط. ظلوا على دين ابراهيم واسماعيل مؤمنين موحدين صوامين قوامين عابدين حجاج لبيت الله عمار لبيت الله من زمان سيدنا ابراهيم واسماعيل حتى قبل البعثه ب100 عام. والنبي يبين هذا، ان اول من ادخل الشرك وتغيير الشرائع في جزيره العرب كان واحد اسمه عمرو بن لحي. من عمرو بن لحي ده؟ واحد من اغنياء العرب، سري جدا، صاحب بيزنس وسخي جدا وكريم جدا ومضيف جدا، وفي نفس الوقت كان شاعر وخطيب بارع واعلامي بارع، اعلامي على مستوى وقصص على مستوى، راجل بتاع حكايات وقصص. لما سافر بلاد الشام وجد بقايا الكتاب عبود الاصنام، ففرح بالمشهد ده، فجاب الاصنام وجمع العرب واكلات حلوه وجلسات حلوه، ويجيب كل شيخ قبيله يقول له خد التمثال ده ليك هديه، اهداهم التماثيل. ها؟ فاصبح لكل قبيله اله وكل قبيله تمثال. الجيل اللي خرج حياء من عمرو بن لحي عبد التماثيل اولاده واحفاده. الاول كان لسه في بقايا ايمان، الثاني والثالث خلاص انتهت القصه، ما عاد عندهم دين، واصبح دينهم مين؟ هبل واللات والعزى. وصلت؟ أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب عمرو الحي، متى كان زمانه؟ قبل بعثة النبي ب100 عام فقط. إذا ظل المسلمون على دين إبراهيم وإسماعيل من زمان النبي، من زمان سيدنا إبراهيم وإسماعيل إلى زمان النبوة قبلها ب100 عام فقط، حصل تغيير. حتى بقايا العبادات ما استطاعوا يغير كل شيء. استمر الحج واستمرت العمرة واستمرت التلبية، لكن أدخل على حد
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، قل له إلا شريكا هو لك تملكه أمام لك، يديها عدة لحسة كده واخذك معي وقس على هذا. يطوف ويسعوا، طب يسعى فين؟ بالصف والمروة، يحط لهم تمثال على الصف وتمثال على المروة، إساف ونائلة، يبقى أنت تسعى لمين؟ مش للصف والمروة، لإساف ونائلة. مين إساف ونائلة دول؟ اثنين زناه زانوا ببعض في الحرم فربنا سخطهم حجارة، عملهم آلهة عبدوه. ندرك ولسلامة أمة إسماعيل لم تحصل الأنبياء، وده اللي خلى النبوة حصلت في سلالة إسحاق ولم تحصل في سلالة إسماعيل. وضحت كلمة بني إسرائيل، إسرائيل اسم سيدنا يعقوب، وإسراء معناها عبد، وإيل الله. لما تسمع ميخائيل ميكائيل جبرائيل كل دي وصف لعباد الله، زي ما تقول عبد الله وأمة الله، وزي ما أخونا الباكستاني يقول لك يعني سميع الله مجيب الله، كل دي مسميات ما دام فيها إيل في الآخر، إيل تعني الله. وضحت؟ فده مسمى، فاسمه إسرائيل أي عبد الله، ذريته سموا بني إسرائيل. طب هل كل أولاد سيدنا إسحاق انحصروا في سورة سيدنا إسحاق؟ الأكثرية في سورة سيدنا إسحاق، لكن سيدنا إسحاق نفسه، سيدنا يعقوب نفسه كان له أخ، يبقى سيدنا إسحاق أنجب ولدين مش واحد، أنجب يعقوب واللي جاءت بالبشرى في القرآن، وأنجب واحد تاني اسمه العيس. العيس منه أنبياء، منه سيدنا زلكفل، العيس منه زلكفل، من أولاده من أحفاده زلكفل، ومن أحفاد سيدنا أيوب نبي الله أيوب من أحفاد العيس. بقية الأنبياء جاء من سلالة يعقوب. وضحت؟ إذا هي دي التقسيمة اللي حصل بين سنة، لكن ما خرجت النبوة بعد نبي إبراهيم عن ذرية إبراهيم. دعاء سيدنا إبراهيم وإسماعيل هو اللي استجيب في حقه متعرض. لما بنى الكعبة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل دعا لهذه الأمة، ربنا واجعل فيهم رسولا، ربنا واجعلنا مسلمين لك أنا وإسماعيل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. دي بركة دعوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وأرنا مناسكنا وتب علينا أنك أنت إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ما طلبوش رسل، طلبوا واحد. فما جاء إلا بعد أن دب الفساد في الأمة. يبقى الرسل في التاريخ كله، إذا كانت الأمة مسلمة تحتاج رسول تاني؟ لا يأتي الرسل إلا حال وقوع الخلل. وضحت؟ عشان كده قلت في بداية كلامي إن لكثرة الأمراض في سلالة إسحاق كثرت النبوات. الناس يضل يبعث رسول، يضل يبعث رسول، يهتدوا خلاص مش محتاجين رسول. أمة إسماعيل ظلت مسلمة مؤمنة ببركات دعوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل حتى قبل البعثة. أول ما طرأ الضلال وجاء عمرو بن الحي وأفسد، بعث الله الرسول اللي طلبه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وكان هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فنحن دعوة سيدنا إبراهيم، كلنا دعوة سيدنا إبراهيم. اللهم لك الحمد. مش دعوته بس، ده كل دعواته، كل دعواته. لما رب العباد يعني أمره أن يضع ولده إسماعيل مع أمه في عند الكعبة، دعا لهم دعوة عجيبة، قال فاجعل أفئدة من الناس تهو إليه. أفئدة ولا بشر ولا أجسام؟ قلوب العالم كله، ملايين الخلق في العالم من إنس وجن معلقة بالكعبة، الأفئدة حتى ولو يذهب باسمه لكن قلبه فين؟ موسم الحج يأتي وتلاقي كل القلوب ايه ترفرف، ليتني كنت هناك، الكل يتمنى يا رب حج يا رب عمرة. ها دعوة عجيبة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فهوي الأفئدة منحة كبيرة جدا واستجابة لدعوة نبي الله إبراهيم. وخش على هذا كل دعوة الحقيقة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل دعوة أنبياء من رأس المرسل مش أي أنبياء. تفضل شيخي الحبيب، معنا خمس دقائق يبتدي الأكل، في عندك سؤال من الأخوات بعد خمس دقائق وين الساعة واحدة نروح إن شاء الله للطعام على الواحدة ونص نصلي الظهر هنا في القاعة. الأخت بتسأل لماذا كره الله تطور أهل عاد؟ من قال كره؟ هو لم يكره،
هو كره كفرهم ولامهم على كفرهم مع كثرة النعم فيهم. وسيدنا هود لما بيذكرهم بالنعم مش معناها كاره هذه النعم، ده بيذكرهم بأفضلها عليهم حتى يؤمنوا. وضحت؟ يبقى التذكير ده ليس فيه كراهة القط أبدا، لكن اللي قال هذا نبي الله هود لهم. السؤال بيقول السائل أو السائلة بتقول لماذا كره الله تطور أهل عاد؟ ما كره تطورهم ولا سيدنا هود كره تطورهم، لكن ذكرهم بنعم الله في هذا التطور. لما يقول أتبنون بكل ريع آت تعبثون، يقولها من باب تذكيرهم بنعم الله عليهم. يعني أنت ربنا أداكم هذا الإبداع كله وهذا الخير كله وهذا الفن كله وهذا العطاء كله، ها؟ طب احمدوا الله واذكروا الله وحدوا الله. لا تعبثون، تعبثون ليبين، ليبين معنى دقيق. إن الترف وصل بكم لحد عالي جدا 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 حتى صرتم لا تحسنون التصرف في النعم. ربنا بديكم نعم عشان تحمدوا الله عليه وتوحدوه وتشكروه، استخدمتوها بسفه. وضحت؟ فلما لوموا على هذا السفه، ده لوم على السفه لا انكار للتطور، مش علاقه بالتطور. وصلت؟ انطبق علينا الان مع التكنولوجيا والحياه. طبعا كل الكلام ده في كل عصر وفي كل جيل يحدث هذا. الناس تتطور وتؤتى نعم فتستخدم النعم فيما لا يستخدم فيه فيذكر ان ده فساد، لكن النعمه نفسها نعمه تذكرك بربك احمد الله عليها. كما قال يعني قم سيدنا موسى لقارون لما اساء في استخدام الاموال، قالوا يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. احنا مش بنلومك انك انت عندك مال كثير، لا، بنلومك على سوء استخدامك للمال، انك لم تحسن فيه ولم حتى تاخذ نصيبك من الدنيا، عمال تخزن تخزن، لن تنتفعت ولا نفعت به العباد ولا نفعت به البلاد ولا فعلت في شيء. فاللوم على الفساد مش على التطور ولا على الغنى ولا على النعم. يبقى لا يفهم هذا الفهم. هل كانوا قبلها مؤمنين وطاوا بتطورهم؟ خلي بالك لما عاد كان عندهم بقايا دين، وسيدنا هود كان من اخر انبيائهم اللي هلكوا على يديه، لكن بعث لهم رسل قبله. لكن اشد فترات طغيانهم اللي بعث يا سيدنا هود، هم نفسهم رب العباد يحكي من تطورهم، بنوا مدينه، عملها عاصمه اداريه جديده. عارفين عاصمة جديدة؟ عملوا عاصمة جديدة، فالعاصمة اللي عملها عملها شداد بن عاد، عمل فيها ايه؟ ابدع فيها. كل علماء التاريخ بيذكروا معاني خطيرة جدا، قالوا ما سمعه من الانبياء، الاخبار اللي نقلت لهم الانبياء عن وصف الجنة حاول ايجادها في المدينة. ايش هي المدينة اللي الان تاريخ؟ مدينة ارم. إرم ذات العماد، مدينة إرم. لكن مع خلاف بين المفسرين، هل إرم مقصود بيها القبيلة اللي بنت المدينة ولا المدينة نفسها؟ قولين للمفسرين. ظاهر الآيات يوحي بأنها المدينة، لذا قالوا ذات العماد التي لم يخلق مثلها البلاد، فالكلام على البلاد مش على العباد. فالشاهد قالوا أن كل ما سمعوه من أخبار من الأنبياء قبل نبي الله هود عن الجنة حاولوا إيجاده. بيوت يرى من بظاهره من بداخله، عملوها إزاز وتشوف اللي في البرة يشوف اللي جوه. جنات تجري من تحتها الأنهار، شرعوا الأشجار على والزروع على قمامه وجعلوا الأنهار تجري تحتها. حاولوا يوهموا نفسهم من عشان في الجنة، وهيئ المدينة كأحسن تهيئة. يوم افتتاحها كان يوم نهايته، وهو في الطريق إليها عصفت الريح، ردمت المدينة وردمت عاد واللي جابوا خلفوه. كان يملكك ملكوت الأرض، جزيرة العرب يا إخواني في هذا التوقيت كانت أغنى بقاع الأرض خصوبة، كانت عبارة عن جنات خضراء وأنهار. الصحراء الحديدة، الربع الخالي، مش الربع الخالي، الجزيرة كلها من شمالها لجنوبها من فيها الشام والعراق، وحكم كل ده، كل دي كانت عبارة عن جنات ومدن متصلة، يعني العمران فيها اتصل
من اليمن إلى الشام، وعد الله ذلك نعمة، واستمر اتصال المدن ده حتى سبأ، حتى عصر سبأ. في عصر سبأ تمطع وتنطر، ما عجبهمش نعم الله، كيف وكيف أنا أطلع المدينة أخش في المدينة مش حاسس بالسفر؟ عايز أحس بالسفر يا أخي. فطلبوا من ربي ماذا؟ باعد بيننا وبين أسفارنا، وفي هذا نص الآية، وجعلنا بينه بين أهل اليمن وبين القرى التي باركنا فيها الشام قرى ظاهرة واضحة جدا، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق. إحنا بنعاني الآن من دعوتهم. وصلت؟ كانت مروج خضراء أنهار، طب الأشجار راحت فين؟ مع الرياح الضخمة اللي استمرت 8 أيام ردمت كل هذه المنطقة لغاية ما خلت كل أشجار فين؟ في باطن الأرض، ودي اللي عملت البترول اللي احنا عايشين عليه دلوقتي. أغنى أرض الله بالبترول هذه المنطقة، فاحنا عايشين على أفعاد دعوته. وصلت؟ ماشي. خلي بالكم، والنبي يبين أنها ستعود مرة أخرى. قال لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب كما كانت مروجا خضراء وأنهار. جزاك الله خير شيخ. متهيألي أطلنا أكثر من اللازم، صار وقت الطعام الآن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي. اخوات طعامكم في ارفع الاذان. ارفع شيخ. هلا ليش ما ذكر بالقران انبياء غير المنطقه اللي عم تحكيها هلا، منطقه جزيره العرب؟ لان ما سمعنا بالهند الا يمكن ذي القرنين او هيك. لان المخاطب بالكلام ده بالاساس مين؟ العرب.